عملت ايه يا عثمان؟ اتكلمت ويا السيد واتفقنا وهو وافق. اماني عندي حته الدين فكره ليك، انما ايه هتعجبك عجب العجاب. فكره ايه؟ احنا هنعمل مشغل. مشغل يعني ايه؟ مشغل خياطه، نلم نسوين البلد والبنات الفقراء اللي فيه ونجيبهم يشتغلوا فيه، والحاجات اللي هيعملوه احنا نبيعها لتجار البندر وتجار مصر كمان، ومساعتها بقى اهل البلد هيقولوا ايه العمده كتر خير وفتح لنا باب رزق جديد. حلوه قوي يا فاطمه، حلوه الفكره دي يا بنت. انت يعني انت مش حلوه بس، لا وكمان عندك وجهه نظر، يعني بتقول كلام حلو. انا موافق على الحكايه دي، بس اديني بس فرصه كده شويه عشان انا موضوع الوان ده مبرجلني. بس انت ما سألتنيش احنا هنعمل المشغل فين. خلاص اسألك، قولي يا ام الزكاوي، قولي يا ام النباه، هنعمل المشغل فين؟ في دار الشيخ مبروك. ايه؟ مش معنى مبروك يعني؟ لا 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 طبعا لا، الموضوع ده مرفوض. بقولك ايه، اوعي ايه تفتحي معايا السيره دي تاني ابدا، فاهمه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير يا عمدة، بعتلي يعني؟ خير إن شاء الله، كل خير. شربت قهوتك؟ لا لسه ما شربتهاش. إيه؟ فين قهوة الشيخ يا اللي بره؟ وأنت إزاي صحتك دلوقتي؟ والله يعني يا عمدة، يعني زي ما تقول كده، يعني بحس ساعات إني مكدود كده يعني ومفصل مش شايلاني. إنما في إيه يا عثمان؟ أنا كنت عايز أشورك في حكاية كده. إيه ده؟ لا ده يبقى جد جديد بقى، ما انا كنت معاك طول اليوم ما جبتليش سيره ايوتا حاجه. ما انا كنت بفكر في الحكايه دي، يعني باخد ودي مع نفسي كده. موضوع كله خير. اي والله خير، خير لاهل البلد والستات الغلابه والبنات الفقراء، يعني حاجه كده تفتح لهم مصدر رزق وتساعدهم على المعايش. وانت عارف ان احنا الفتره الجايه محتاجين الناس حوالينا عشان يعني. ايوه عارف، عشان يعني لو الحكومه فكرت تعمل شويه تغييرات يعني كده، ولا تجدد العموديه، يبقى الناس وهيان. ايوه براو عليك، ما انت عارف اهو. بسم الله ما شاء الله عليك. ويا سبحان الله، فكرت في ايه يا عثمان؟ نعمل مشغل، مشغل يدوي يساعد اهل الكفر، البنات الغلابه والستات الفقراء. حلو، مشغل حلو والله، والله تفكير حلو يا عثمان. وهتبنوه فين المشغل دي؟ لا نبنيه ايه؟ احنا بنفكر في دار جاهزة، يعني تكون في وسط الناس وعليها رجل، الناس راحة جاية عليها وعارفاه. وانا قعدت افكر لحد ما لقيتها. الله عليك، الله عليك يا عثمان، دايما تفكيرك سابقنا كلنا. ولقيتها فين ان شاء الله؟ في دار الشيخ مبروك. شيخ مبروك مين؟ إيه انت يا شيخ مبروك؟ دارك راني. انت عايز تاخد دار يا عثمان تعمل فيها مشغل؟ ايوه عمل خير، وانت راجل بتاع ربنا وبتحب الخير. ايوه بحب الخير، بس مش لدرجة انك ترميني في الشارع يا عثمان. لا لا لا، شارع ايه؟ انت تشاور على ايوت حضرت عجيبك واحنا نشتريها طوال. دي اخرتي، دي اخرتي يا عثمان. اخي يا صاحبي، اخي استنى يا شيخ مبروك، نكمل كلامنا، الكلام مخلص يا راجل. يا مبروك. انا ايه اللي عملته معاه ده؟ انا ما كانش الصح اقول له كده خالص. الراجل زعل،
لا زعل ايه يا هيتنقط، كان بيساند وهو قايل، ودي مبروك برضو يعني مش هينفع اخسره. يعني هروح بكره اقول له ان انا كنت بعجص معاك بضحك يعني وكده. ايه طب ما تستنى بس لحد بكره كده، اقول لك على حاجه دورها في دماغك تاني وتالت، ولو لقيت الموضوع يا اخويا مش لادد عليك خلاص بلاش منه، تبقى تروح تقول له ان دول كلمتين هجايز زي ما انت بتقول. بس انا يا توتو مش عايزك تضايق نفسك كده ولا تتعكر. ايوه امال ايه، ده انت نور عين، افرح كده. طب ما تجيب بوسي كده. ماشي يا عتمة، ماشي يا عتمة، انا زعلان. تستاهل يا قلبي ليه تميل، ما كنت خالي انت اسباب كل كربي، وانت اسباب ما جرالي. ايه بقى اللي هيواسيني بعد ما انهدت امالي، اذا كان حظي نسيني لمين اروح له اشكي له حالي. حبيبي أنا دلوقتي بس مش هتكسف أقولك إنك قصاد عيني، واني قايمة واني قاعدة واني ماشية زي ما تكون كده سكنت جوا روحي. بس جنابه بصيت لقيته شايل الجدي وهيمشي بيه، على فين يا غفير انت؟ قال الجدي ده هديه لحضره العمده عشان ابنك ينفد من الجهاديه. قلت ماشي على عيني، فوجئت النهارده جاي وعاوز فلوس. قلت ما بديهاش بقى، انا اروح لجناب العمده واللي هيامرني بيه هنفذه، بس ابقى عارف ان دي طلباته بصحيح. جنابك سامعني حضرتك؟ يا حضره العمده، حضره العمده. ايوه نعم. طيب خلاص امشي. تمام جنابك يا حضره العمده. ايه جاي وراك؟ انا رحت له على الدكان، لقيت الدكانه مقفوله والغريب انه مش هناك. رحت رايح له على الدار، لقيت الدار مقفوله والغريب انه مش هناك. يعني لا في الدكان ولا في الدار، حاجه غريبه. طب اجري شوفه فين داهيه. روح امر جناب. رحت فين يا مبروك انت التاني؟ داني عايزك. عايزه في ايه؟ قول لي ياض يا فرحان، تعرفش مبروك فين؟ الله يبارك فيك. هي حاجة غريبة. خدي واد يا فرحان، روح هات لك كوس حلاوه. يا حلاوتك.
ايه يا عتمان؟ مالك مساهم كده ليه يا اخوي؟ ما تخليك على طبيعتك كده وعوايدك. في ايه يا ولدي؟ ماني على طبيعتي اهو، وانا باين عليا حاجه؟ وانت يبان عليك ايه ولا ما يبانش عليك ايه؟ هو انت في حاجه تخاف منها يعني؟ جرى ايه يا عتمان؟ وبعدين هو السيد ما قالكش هيعمل عمليته امتى؟ حضرة العمدة، يا حضرة العمدة، الحقنا يا حضرة العمدة، شهلواني اتطخ بالنار واللي طخه جري ناحية الدورة، أروح أقبض عليه. ما تروح يا غفير تقبض عليه، وأنت جاي تستأذن يا ولي، اجري يلا. حاضر. استنى يا عتمان، انت هتروح لوحدك ولا ايه؟ استنى يا اخويا طفي بس على النار ده واجي وراك على طول عشان ابقى في ظهر. لازم تجيب السيد النهارده من قفاه وترميه جوه الحجز احسن ما العامله دي تلبسك انت يا عتمان. اسمع كلامي، اسمع كلامي يا اخوي، انا عايزه مصلحتك بس يا فاطمه. انا دماغي بقت قد كده بس بقى يا اخوي.
يا اخويا انا عايزه مصلحتك والله. اسمع كلامي يا عدمان، اسمع كلامي يا حبيبي. انت لازما تروح دلوقتي تاخد لك قرشين من الخزنه وتطلع بيهم على الوحده الصحيه، تاخد اخوك باوتومبيل خصوصي وتوديه على اكبر مستشفى في مصر. ايوه امال ايه، لازم تعالجه احسن علاج، احسن ما الناس تاكل وشيني. الله، ما تسمع كلامي يا عدمان، انا عايزه مصلحتك. طب بس بقى يا فاطمه، قلت لك دماغي قد كده بس. استغفر الله العظيم، اهدى كده يا راجل، يعني تتلهي كده وتخرج وتسيب الخزنه كده مفتوحه؟ لا مقفوله. هي ايه اللي مقفوله؟ ايه دي يا واقعه بلا قومه، نهار اسود وام نيل. يخرب بيتك يا عثمان، هي ما فيش غيرها والله يا عثمان. هي حفيظه الكلب كانت قاعده براسها كده في البيت، اطلع جيبها من قفاها بنت الكلب. حفيظه يا بنت الكلب. اديت الحاجة اللي في الخزنة فين يا حفيظة؟ أنا عمري ما فتحت خزنتك يا عمد. يا لهوي على كون النسوين، ما تنتهي وليه مخبية الحاجة فين؟ ورحمة أمي ما شفت حاجة ولا خدت حاجة ولا حتى مال الدنيا كله بقى يهمني. انتهي يا بيت، مش عليا أنا شوية دول، أنا فاهمك وحافظك. انتهي يا بنت الحرامية. والله ما شفت حاجة يا عمد. يا حفيظة انتهي الحاجة فين؟ هطلع روحك في إيدي. أهي يا عمدي، اهي يا اخوي، اهي يا بنت الكلاب. سرقة ذهبي كمان معاهم. شوف يا اخوي، شوف يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. واخد الورق وهتوديه لي مين يا اخوي؟ واخد الورق وهتوديه لي مين؟ اسالها كده. هتديه يا بنت للسيد اخوكي؟ هتدي لي سيد اخوكي عشان يحبس العمده؟ منك لله، منك لله يا مفترية، يا بنت المفترية. يا بنت خبي الورقه دي، خبي الحاجه دي كلها، وخبي دهبك كمان، ما احنا عايشين مع حرامية. ماشي يا حفيظة. والله لا يا عمدي، والله لا يا عمدي، والله لا يا عمدي. بقى كويس يا عمدة، وحالته مش حرجة ومش مستدعية نقله. لا ازاي، انا لازم اوديه احسن استبالية في مصر. هو علوان دي شوية، ده اخو العمد، اخويا يا جناب الحكيم. انت جاي ليه يا عثمان؟ ها؟ جاي تتشفى ولا جاي تطمن انه مات؟ اتجننت يا وليه ولا ايه؟ ابقى اتجننت لو انت بره الحكايه، انت ايدك مليانه بدم اخوك، يلا امشي اطلع بره، امشي. معذور؟ معجوز هتضرب بالنار؟ ايوه عليها شت، شت على روح. انا همشي، بس خلي بالك لو علوان جرى له حاجه هحملك انت المسؤوليه وهيبقى عصابك معايا عسير. يلا يلا. الجاي يطمن عليك. قال سلامتك، سلامتك يا ابو عيالي. كنت خايفه من ايه يا حفيظه؟ خايفه من الفقر؟ اديكي بقيتي افقر خلق الله. عرفتي متاخر قوي ان الفقر مش فلوس، الفقر الفساد اللي في النفوس. انا بكره جنبك يما، يا ترى فين؟ وقبري هيبقى شكله ايه؟ هيبقى جمرة نار تحرق وتاكل فيا، ولا جنة ورضوان؟ يا رب يكون جنة ورضوان. والنبي سامحني يا رب، سامحني يا رب، سامحني. شفتوا تلاتة؟ بالله العظيم تلاتة شفتوا بعناية اللي هياكلهم الدب دول؟ شفتوا هو بيضربه بالنار؟ يعني انت متأكد من الكلام ده غفير انت؟ يا سعادة البيه المأمور، بقول لحضرتك عناية هياكلهم الدود. شفتوا، شفتوا زي ما انا شايف سعادتك كده. وما قبضتش عليه ليه؟ ايه؟ واني ما قبضتش عليه ليه؟ غبي،
اي والله العظيم غبي بعيد عنك. بص في وشه كده واسمع اسمه تعرف الغباوه جايه من ايه. ما هو اصل الحمار ده مرضيش يقبل على الواد السيد حاكم السيد ده يبقى اخو حفيظه مراتي. قطعوا الاثنين في يوم واحد. لا يوم ايه؟ في ساعه واحده. لا وساعه ليه؟ في ثانيه لا ثانيه كتير، في ثانيه واحده. قطعوا الاثنين مين؟ قطعوا الثلاثه هم والحمار ده. حلوه. يس. خدوا المضيع على المحضر بره. يلا انصراف. يعني انت يا عمده تتهم السيد ان هو اللي حاول يقتل علوان؟ انا ما بتهمش حد، ده كلام الغفر والشهود. بس كلام بيني وبينك، الواد السيد ده بيتاجر في الممنوعات. علوان اخويا كان عارف ومجه قال لي. انا بقى ما كدبتش خبر، رحت له قلت له يا سيد ما ينفعش كده يا سيد، ما تعملش كده في بلد انا عمدتها يا سيد، ولا حياتها لمن تنازع. وتجارته في الممنوع ده بلاغ منك ولا من الغفر بقى؟ لا ده مش بلاغ، ده كلام انا متاكد منه كعمده للبلد دي. هو انا وانت دورنا ايه في البلد دي غير الحفاظ على الامن والامان؟ ويا ترى بقى عارف السيد ده بيشيل بضاعته الممنوعه فين؟ الحقيقه الكذب خير، بس انا عارف. انا اتقصت على الواد ده وعرفت كل حاجه واتاكدت انه خارج عن القانون. لا وايه؟ خارج خالص. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. وليه امال يا راجل؟ فوت على دكانك، كنا عايزين هبابه مستك على هبابه حبهان للعيال. قال عاملين لي بيت حسين البرص اسبوع ولده. انت عامل ايه؟ طيب؟ تعبان مخنوق، روحي بتسحب مني، حاسس اني مش قادر اخد نفسي. الدنيا بقت وحشه ولا وحش من انسى؟ استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. طيب يا ابوي تعوز حاجه من بره؟ ده معاه معيش تطلع من البيت. الله يخليك وتشكر. طيب عاد انت مش محتاج حد يفكرك بكلام ربنا. قل لعبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. ها ما دام معيش حاجه من بره وبركه اني لقيتك طيب، اقول لك سلام عليكم فوتك بالعافيه. أنا عايزة أشوفها عم فضنا يا محمد. هي نسيتنا ولا إيه يا زينة؟ أنا جعانة أوي يا محمد. أبا حسن دلوقتي يجي ويجي معاك. إزيك يا محمد؟ أبا حسن جه أهو. يعوف عليك. عوافي. أبا حسن. أبا حسن. إيه؟ أنا عايزة أكل بعدين أروح لأم فضنا. يا حبيبتي، طيب كلي لقمتك؟ وانا هوديك لامك على طول. لك يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. سمي. بسم الله الرحمن الرحيم. شطور. يا زين. سيبك حلو ازاي؟ امسك. اهدي. مقلب. قول دي. خلي بالك يا جناب المأمور، أي نعم أنتوا قبضتوا على الواد السيد ده، بس ده واد مجرم عتيد في الإجرام، ممكن رجالته يحاولوا يهربوه. أنت خايف من إيه يا عمدة؟ كل حاجة تحت السيطرة، محدش هيقدر يهاوب ناحيتك. أنا كده مطمن، طول ما سعادتك في البلد دي، البلد دي عايشة في أمان، إيه والله. فوتك بعافية. سلام يا عمدة. يلا. قول لي يا واد يا وائل. نعمين يا عمدة. ما اختيلتش بالشيخ مبروك كده ولا كده؟ لا ده أنا حتى كنت معدي على الدكان لقيت الدكان قافلة. مش عارف راح فين. طب هم نشوفه في انا نصيب. يطلع يا ولد. اتفضل. تأمري بحاجة تاني يا ست فاطمي؟ أما أما زينب؟ محمد؟ ازيكم يا عيال؟ وحشتوني أوي. وحشت أمكم يا أخوي. تعال يا اخوي، وحشتوني قوي يا عيال، والله وحشتوني. عملت طيب والله يا حسان، والله عملت طيب، ده انت تستاهل حلاوه كبيره قوي.
ربنا يخليكي لينا يا ست فاطمه، ما يحرمناش من كرمك. انا يعني قلت انت لازما مشغوله بالقوي فيعني بتنسي، قلت اما ده افكرك. انسى؟ في حد برضك ينسى عياله يا حسان؟ هو انت عارفه اديلك قد ايه ما طلتيش عليهم؟ غصب عني والله، والله غصب عني. حاجات كتير بالقوي بقت بتحصل غصب عنك يا فاطمه. جرايه يا حسان، انت هتقطمني ولا ايه يا اخويا بالكلام؟ وبعدين ماني كل حاجه من كف الشقه ببعتها. الله، ليك شوق في حاجه زياده تقولي على طول وانا عنايه ليك. بنتي يا مانجا، روحي يا بنتي جيبي لك بطايتين على والزيتين وكام جوز حمام وشويه بقالي كده، وتديهم لسيدك حسان وهو ماشي عشان خاطر العيال. هي الحكايه بقت كده يا فاطمه؟ ايه فاطمه دي كمان؟ جرايه يا حسان مالك؟ هي الانساس قامت والقوالب نامت ولا ايه؟ ما تتكلم عادل يا اخوي. وبعدين انت تحمد ربنا اصلا ان انا سايبه عيالي عندك. ايوه امال ايه؟ ده انت ما كنتش هتلاقي اللقم لولا اللي انا ببعته. فضلت خيرك، لولا الخير اللي بتبعتيه لنا. اهي جرايه يا فاطمه، ما تخلي الطبق مستور، انا باكل عيالك من عرقي. الواحد بس بيعمل باصله. هو انت فاكره امتى اخر نوبه شفتيهم؟ انا بعمل باصلي عشان خاطرك انت، عشان كنت واحده غلبانه مقهوره اتظلمتي ياما. شفتي الويل انت وجوزك ابو العلي اللي كان راجل بصحيح وكان صاحبي واخويا؟ انا بعمل باصلي عشان خاطر عيون العيال ده، هي اللي مالهمش ذنب في اي حاجه. يلا بينا يا عيال، يلا بينا. يلا على فين؟ انا عيالي مش داخلين درك تاني يا حسان، انا عيالي هيفضلوا معايا. يا سلام، لو انت فاكره انني هسيب العيال ده هي تتربى في البيت ده اهو، والعياذ بالله. يلا يا عيال يلا، بدل ما تشوفوا امكم وهي عامله زي الحيه اللي ماشيه تلوش بتلدع على بتشوف ولا عدو ولا حبيب. اني حيه؟ ان شاء الله حيه ما تلدعك يا بعيد. طب وديني مع ابو دي حسين انا قايله للعمده؟ هتقولي له ايه بس؟ هتقولي له ايه؟ يطخني عيارين ولا هتحبسيني يا ست فاطمه؟ يلا بينا يا عيال. استنى هنا. يلا بينا. الله سيبيهم، حرام عليك، يخليهم يتربوا كويس. امشي يا بنت من هنا، امشي. انا مهلك يا عمدة. يا شيخ مبروك، ما بيفتحش، ما بيردش. خبط جامد يالا، يمكن نايم. ده باين انه توفى ولا يكون مات. اكسر الباب. ايه ايه بقى انت هنا يعني؟ وسمعنا عمالين نخبط ونهبد ولا على بالك؟ انا مش هخرج من داري حي يا عتمان. عايز تخرجني من ايه؟ خلي الغفر بتوع الدنيا يطخوني ويخرجوني منها جثه. ايه الكلام ده؟ دار ايه وطخ ايه؟ لا لا لا، انا جاي لك انت في موضوع تاني خالص. جاي لاني؟ وانت مستعنيني اصلا يا عدمان؟ باش قلبك يسود بقى، ايه الكلام ده؟ مستعنيك ايه؟ واني لو مش مستعنيك كنت جيت لك ولا كنت بعت لك اكتر من مره؟ طب اسال الغفر، انا كنت قلقان عليك اخر قلقان ومتوغوش اخر وغواش. اي والله، واني ليا بركه اللي انت يعني. لا ليك فاطمه يا عدمان، فاطمه بقت بركه الدنيا في حالها. ايه؟ امال ايه؟ مش دي فاطمه يا حتمان اللي عايز تخرجني من داري عشان ايه؟ شوف انت سواحي كده دماغك بتقفل وما بتبقاش عايز تفهم. طب تصدق انا كنت هديك الدار اللي ورا الجامع، وهفرشها لك واوضبها لك اخر توضيب، وهديها لك لبن ملك يعني، بيع وشراء. يا مبروك، انا محتاج لك اول يومين اللي جايين دول. انا سامع كده ان في حركه تنقلات في الكراسي، وفي مصايب عماله ترخ علينا واحده ورا التانيه. عندك مصيبة السيد وعلوان، ده غير مصيبة الجهادية اللي قلب الناس علينا، ده غير المصيبتين السود اللي هم اسمهم أبو العلة والزفتة التانية اللي اسمها راوية دي. دول لو اتحطوا مش هيحطوا على دماغنا لوحدي. هيحطوا على دماغك أنت لوحدك يا عتمان، لأن اللي بيشيل قربة مخرومة
بتخر على دماغ الواحد. الخلاصة يا عثمان، انت عايز مني ايه؟ دلوقتي احنا في مركب واحدة، والمركب دي عشان تنجح والناس ما تدوس علينا بالجزم لازم انت تقف جنب مني وتلم الناس حواليا كالعادة. داري محدش يجي يمتها. ماشي، محدش يجي يمتها. ودارك اللي ورا الجامع. يا عثمان سكت يعني؟ في ايه يا مبروك؟ انت ايه؟ بقيت بايعني ولا ايه؟ انا اللي بايع؟ طب ده انا طول عمري شاري. انت اللي بايع حتى من واحنا صغيرين لما كنا بنلعب مع بعض. كنت انا اللي ببقى شاري وانت بايع. انا اللي هاجي عليك وانضف حواليك. سواء من قدام وشك ولا من ورا ظهرك. ولعلمك انا مش عايز ضرك دي طمع، لا. انا عايز اشوفك شاري ولا لا. ما هو مش معقول، مش معقول يا عثمان تفضل بايع لغايه اخر نفس في عمرك. ايه الكلام ده؟ انا اول مره اسمعك تقول كده. ده انت شايل ومعبي بقى. لا يا راجل، يعني بعد العمر ده كله والعشره اللي بينا جايين النهارده نقول مين فينا شاري ومين فينا بايع واحنا لسه بنتعرف على بعض جديد؟ لا 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 لا، اطلع من الكلام ده. فوق كده يلا، خش اغسل وشك ولا اتمشى بره شويه غير جو. يلا يا راجل حرك العضمتين. هحركهم يا عثمان، بس الأول أجيب لك ورقة حجية ملكية الدار. بعد كده بمشيئة الرحمن نتقابل بعد صلاة العشاء. عفى الله بقى عما سلف، انا كنت اعرف منين ان العمده ضلالي وكذاب كده؟ وماله؟ خير؟ انا جاي لك هنا عشان نفتح مع بعض صفحه جديده. وانا ما عنديش اي مانع. بس انت يعني ما قلتليش قبل كده انك تعرف الباشا الكبير. انا يا باشا فيه؟ يكشي اللي كلمك في التليفون. ايوه هو. اردب مهولك ما تحضر كيلو، تتعفر هدومك وتتعب في شيله، دي حدوته طويله. على كل حال انا شايف المرحله اللي جايه هتبقى كويسه قوي لو كل واحد فينا حط ايده في ايد التاني. ايدينا في ايدين بعض. وماله؟ بس ممكن تفسر كده كمان يعني فهم على قد حبتين. مش هتشرب القهوة؟ مستحرم تشربها ولا ايه؟ ليه بس بتقول كده؟ اهو الكلام اللي بيتقال. دي ناس نكسة، وانا اتأكدت ان كل الكلام ده كلام فارغ. العمدة لسه عايز ياخد المحاصيل من الفلاحين الغضبانية. دي جريمة وهيروح فيها في 60 داهية. أنا قلت له الكلام ده أكتر من 100 مرة وحذرته من الحكاية دي. بس أنت بقى عجبتني أوي لما وقفت قصاده. الفلاحين دي ناس غلابة، وأي قرش زيادة هم أولى بيه، وأنا مش هسكت على الوضع ده خالص. طب والله يا عيل، أبو السيد اللي ضرب علوان. لا دي حكاية تانية خالص بقى، أنت طلع مجرم خطير. تخيل إنه بيتاجر في الحشيش طول الفترة اللي فاتت دي كلها. إيه دي؟ لا يا شيخ. إيه الكلام دي؟ لأني أول مرة أسمع الكلام دي. بس يعني كده أنت معايا إن الفلاح أولى بلحمة وره، يبيع فيه زي ما هو عايز من غير أي غصبانية، ولا إيه؟ أكيد طبعا. شحني يا أبوي، كويس؟ العوام الله يعافيكي يا فاطمة. تعالي. بسم الله ما شاء الله. عامل ايه يا حبيبوك؟
أنا كنت جاية في كلمتين كده وماشية على طول. خير يا فاطمة قولي. أنا لولاش عارفة إنك هتفهمي كلامي صح، أنا ما كنتش قلتهولك، ولا كنت جيت لك هنا في دارك، ولا كنت عتبت عتبته من أساسه. ما تتكلمي يا فاطمة، فيه إيه؟ أقول إيه بس يا ربي، وعيد إيه؟ أنت طبعاً عارفة اللي عثمان عمله فيا أنا وأبو العيلة، مش كده؟ وهو مين ما يعرفش؟ أنا بقى عشان كده جيت لك دلوقتي، عشان أنا عارفة إنك أنت وسعلوان غير عثمان وحفيظي. أيوة، أمال إيه؟ أنتوا ناس طيبين غير اللي كلوا حقكم وحق عيالكم دول. ما تتكلمي على طول يا فاطمة. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم يا رب. اقول ايه بس وعيد ايه؟ يعني انت هتصدقي ناني وتكدبي عثمان اللي هو يبقى اخو جوزك وعم عيالك؟ طب تيجي ازاي دي؟ ما تقولي عايزه ايه. اصلي بصراحه كده، يعني انا كنت سمعت عثمان والسيد بيتفقوا انه ايه؟ بيتفقوا انهم يطخوا جوزك علوان. اي والله، ومن نبى النبي نبي، انا لو ما كنتش انت غاليه عندي انا ما كنت جيت ولا حذرتك، بس انا خايفه عليكي وعلى جوزك، هعمل ايه؟ قلبي الطيب ما طوعنيش، واللي يحصل يحصل بقى. قومي امشي من هنا يا فاطمه. يلا يلا يا فاطمه يا مرات عثمان. فاطمه؟ فاطمه مين؟ يلا يا حفيظه. ده اسمه ايه ده؟ أنا غلطاني، خير انت اعمل شر انتل. ابقى أنا جايلك علشان أحذرك، تطردني من بيتك يا ست فاهمة؟ هقول إيه يا رب؟ هقول إيه؟ أنا سمعت حديث الحرباء دي وإياكي. الحمد لله يا أخويا إن ربنا نجاك ورب الكعبة، لا تبح لك جاموسة وبخرك كمان. أنت يا اللي اسمك حفيظة، اطلعي لي يا أختي عايزاكي. أنت يا حفيظة، أنت انطرشتي يا ولية؟ نعم يا فاطمة. عرفت ان السيد اخوكي كان عايز يقتل علوان وجنب المأمور الهي يا رب ربنا يعلي مراتبه كمان وكمان، سحبه وجرجره على القيس ومش بعيد كمان ياخد فيها اعدام. يعني خلاص يا روح امك، السند اللي كان ليكي راح، يعني مفيش حد تستنجدي به تاني، ومحدش هيرحمك من تحت ايدي، ده اني حفرمك فرم. ليه؟ انتي بتعملي كده ليه؟ ما تعمليش زي، ما تخليش الغل والكره وسواد القلب ياكلوكي، ينسوك ان في ربنا. شوف 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 شوف، مين ده اللي بيتكلم عن ربنا؟ انتي يا حفيظة ربنا ياخدك يا بعيدة. مش هتاخدي حاجة من كل اللي بتعمليه دي، صدقيني. توك يا اختي لما عرفت ان في حاجه اسمها ربنا وكان فين ربنا قبل كده؟ ما عملتلوش حساب ليه يا مخفيه انت؟ عشان ما عدتش عايزه منك حاجه يا فاطمه ولا عثمان، ما عدتش شايفه غير الغم والهم، ما عدتش شايفه غير خوفي من الناس. والسيد اديكي قلتي اهو خد جزاته، وربنا لما بيحب حد بيخليه يفوق ويتعظ من عبرة غيره قبل الغرقة اللي ما بعدهاش. ايه يا وليه دي؟ انت اتدروشتي ولا ايه؟ ولا يمكن بتمثلي علينا انك اتدروشتي؟ ايه ده؟ مالك يا حفيظة؟ لا 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 يا اختي كده ارجعالي حفيظة بتاعت زمان عشان اعرف اخد حقي منك. تعالي هنا يا وليه انت، انت رايحة فين؟ طب وديني وما اعبد لكن قايله للعمده هخليه يموتك موت انك خارجه كده من غير اذن.
يعني القصد من الحكايه اللي انا حكيتها لكم دي ايه يا اخواني؟ القصد ان طاعه ولي الامر او الحاكم واجب على كل مسلم ومسلمه بنص كتاب الله عز وجل وسنه نبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. صدق الله العظيم. وقد اتفق المفسرون الاجلاء رضي الله عنهم جميعا على ان طاعه الله مطلق. اي والله طاعه الله مطلق، وطاعه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا طاعه مطلق. وتاسيسا على دي يبقى طاعه ولي الامر الاخرى على شيء من الاطلاق. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى استخدم اسلوب العطف، وما استخدمش اسلوب العطف كده وخلاص، لا ده استخدم حرف الواو. وحرف الواو دي زي ما انتوا عارفين تفيد الاشتراك في الفعل، والفعل هنا يا اخواني الفعل هو الطاعه. عشان كده ربنا قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. يبقى احنا هنا قدام امر الهي باطاعه الحاكم وولي الامر. يعني لو نفر منكم يعني قاعد مع ناس من المختلفين مع الحاكم ويخالفوا اوامره، المفروض بقى انه ما يخوضش معاهم في الحديث. لا ده اكتر من كده، المفروض انه ما يقعدش معاهم من اصله ولا يسمع لهم. ليه؟ لان دول اهل الفتن والقلاقل والعياذ بالله. شوفوا انا هبسط لكم الحكايه المهمه اللي احنا بنتكلم فيها دي يا اخواني، هطبقها لكم على بلدنا اللي احنا عايشين فيها دي. وسبحان الله كان المفسرين الاجلاء كانوا بيتكلموا عن بلدنا دي. اي والله بلدنا دي يا اخوانا لها عمده، العمده دي مخول له انه يدير شؤون البلد دي. يبقى احنا بقى كاهل البلد واجبنا ايه تجاه العمده اللي بيحكم هذه البلد يا اخوانا؟ واجبنا النصح والتقويم ان حاد او اعوج عن امر الله او خاض في نواهيه. يا عم اللي مش عارف بتقول ايه يا عم، اتق الله، اتق الله في دين الله. اهو اهو يا اخوان انا ما جبتش حاجه من عندي، اهو اهم دول بقى اللي انا بقول عنهم اهل الفتن والشقاق والقلاقل والعياذ بالله. يا اخي العياذ بالله منك انت يا راجل. يا اخي ده انت ناقص تقول للناس ادخلوا في جيوب العمده يرحمكم الله. وبعدين مين قال ان طاعه ولي الامر مطلقه؟ طاعه ولي الامر مطلقه، طاعه ولي الامر مرتبطه بالامر بالمعروف، ولذلك لم يكرر كلمه اطيعوا مع اولي الامر. ده بالعكس، ده قال ايه؟ لو حضرتك بس تبص في الايه هتكتشف ان الايه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم وان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. يعني الاختلاف مع الحاكم نرد لله ورسوله. وبعدين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: إن أمر عليكم عبد حبشي فاسمعوا له وأطيعوا ما دام قادكم بكتاب الله. ياهو قلتش حاجة يا أخوانا، باين دلوقتي إن الناس دي أعداء الحاكم، وباين كمان مش بس كده إنهم آلات أعداء الحاكم. يا راجل بلا بان بلا ما بانش، والله ما باين غير بلدتك انت وعدم ضميرك يا اخي. يا راجل نسيت لما رحت لك البيت لقيتك غمران وواقع وروحك راح تطلع. يا شيخ محمود، هو الشيخ اللي جاي من مصر هيوقع بينا وبين بعض ولا ايه؟ اي والله كلامه صحيح، ده حتى الشيخ بتاع مصر ده ولا بنحب كلامه ولا حتى خطبته. لا مع احترامي للشيخ محمود، الشيخ عيسى اعلم من الشيخ محمود لانه دارس وفاهم. انت بس بس يا اخويا، انت كمان بلا دارس بلا عالم. ما تتلم يا علي، تلم يا علي، تلم يا علي، تلم يا علي، تلم يا علي. اتبسطتوا يا شيوخ الفتن؟ اتبسطتوا وعملتوا اللي نفسكم فيه؟ خليتوا الرجاله والشباب هيمسكوا في بعض في بيوت الله؟ شوف يا اخو الراجل وضلاله. اسمع يا عم اللي عامل شيخ انت، الخطب والدروس اللي في الجامع مسؤوليتي انا
ومش هسمح لك تاني انك تخطف في الناس او تديهم دروس. اشهدوا يا ناس، اشهدوا ياللي سامعين، ياللي برا الجامع وياللي جوا الجامع، الشيخ عيسى عبد التواب محمد اللي مش من بلدنا جاي من مصر عشان يمنع ناني من نقول الحق في بلدي. اوعى اوعى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ناس. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. ما تهمني بقى يا بنت في ليلتك دي. ده ده أنت اللي بيجري في دمك ده إيه يا راجل؟ أحمد ده إيه؟ بقولك شتمتني وشتمتك، شتمتك يا أخويا، ولا همها حد ولا محتاج، وسابت الدوار وخرجت في 60 داهية، ياك تروح ما ترجع يا اخويا. في 60,000 داهي بس حقي انا، لازم اخد منها حقي. انت تجيبها لي واخد منها حقي بايدي واسناني، يا اما كده يا اما هسيب لك الدوار وامشي. اه ايه ده؟ في ايه؟ اه يا بطني. مال؟ اه يا بطني. مال بطنك في ايه؟ بطني يا عمده مش قادر. طب تعال تعال استريح على السرير. في ايه؟ اه يا بطني. على مهلي. اه ايه في ايه؟ حاسه بايه؟ عايزه نظيمي. نظيمي اه يا بطني. نظيمي طيب. اه انا باين اني بسقط ولا ايه؟ اه يا بطني. اه ده زفت انت وهو انت غفير. انت قاعد يا كام؟ ايوه ايوه جنابك. خير يا عم دقمر؟ تروح في التو والحال تجيب البت نظيمه هنا اهو. نظيمه دلوقتي يا عم ده؟ يبقى اخد الكريته بقى. لو انت لسه ما جيتش يا ولد. هي الست فاطمه يا عم ده هتولد الليله؟ يا الف نهار ابيض، الف مبروك يا ابو العمده الصغير. العمده الصغير؟ حلوه قوي ابو العمده الصغير دي. اني ابو العمده الصغير. ايه؟ اه يا بطني. ايه حسب ايه دلوقتي؟ بموت يا عتمان، بموت. سلامتك يا بطه، الف سلام. خايف عليا يا عتمان؟ ايه السؤال البايخ ده؟ اه يا بطني. اه هو مفيش حد في الدوار ده يعمل لي ينسون؟ لا. طب ما تعمل لي انت يا عتمان لحد حتى ما نصيبه تيجي. ماشي حاضر حاضر. تسلم لي يا اخوي. اه يا بطني. اه اه يا بطني. اه اه يا بطني. اه يا رب يا رب انت اديتني كتير قوي. يا رب مضمني في الواد ده ده اللي انا بترجاه من الدنيا العمده الصغير. يا رب يا رب اكرمني يا رب بكرمك الواسع. يا رب كرمني يا رب. اي اوامر تانية يا ابو العمده الصغير؟ اخفى يا ولد. ها امشي. ها خير يا عمده؟ الست فاطمي بتشتكي من ايه؟ بتشتكي من ناني. ايه يعني من ايه؟ هو انا اللي اعرف يا وليه؟ وما انا جايبك انت ليه؟ اطلعش فيها عندها ايه وقولي لي. حاضر. وطمنيني. حاضر يا عمده حاضر. يلا بالعجل يلا. انا واقف استني اهو اهو انا مستني. يلا واليانسون غلي ولا رخص؟ لا غلي. ايوه يا رب كرمني يا رب. ده اللي انا بترجاه من الدنيا وانت عارف. خير يا ست فاطمي؟ العمده بيقول لي انك تعبانه. فيكي ايه؟ تفهم من بقك يا بت. أنا زي الفل، بس أنا عايزاكي لما العمدة يسألك تقولي له إنني في خطر وإن المولود كمان في خطر عشان هو مزعلني وقاهرني، وتفهميه إن الزعل والقهر دي غلط علي وعلى بطني كمان وممكن يمرضه. وماله؟ هقول له لكن ليه ده كله؟ هو إيه اللي ليه؟ أنت بتسألي ليه يا ولية أنت؟ أنت تعملي اللي أنا أقولك عليه وبس. حاضر يا ست الستات، أنا من إيدك دي لإيدك دي. وحسك عينك اسمع انك فتحتي بقك ولا قلت كلمه من اللي انا قلتها لك دي. قلبك ابيض يا ست الستات، تاني قدمتك. اما نشوف. اه يا بطني. ايه يا نظيم؟ الواد جرى له حاجه؟ واد بقى ده كل همك يا اخويا؟ لا انت طبعا اهم عندي من مليون واد. ما تنطقي يا وليه، الواد جرى له حاجه؟ بدل اللي شايلاه سليمه وكويسي يبقى اللي جواها سليم وكويس. يعني ايه؟ فاطمه فيها حاجه ولا ايه؟ هو اهم حاجه يا عمدي ما تزعلهاش، ما تفورش دمها. زعقه كده او زعقه كده الواد يجرى له حاجه بعد الشر
وكلها كم شهر وتخلف، واحنا عايزين الواد ينزل سليم. وانت يعني عماله تقولي الواد الواد، مش عارفك ان هو واد مش بيت؟ ايوه واد ان شاء الله. يعني انت عرفت منين؟ صدرها حامي ورجلها مليانه ما شاء الله. وكده يبقى واد يا بيت؟ ايوه، ويمكن كمان توأم، يعني ولدين. يعني ولدين؟ ايه ده، ده انا كنت مستني واد. يا سلام، ولدين عمدتين صغيرين كده يا فاطمه. المهم اهم حاجه تتغذى كويس، يعني تاكل زعفر. ماني بتغذى كويس وانا مش حارم نفسي من حاجه. مش انت يا عمدي، هي مش هي اللي شايله دي، بتاكل لنفسها وللواد كمان. ايوه. تعوزوا مني حاجه؟ متشكريه. هو ايه اللي متشكريه؟ اديها حلاوه البشاري. خد اهدى قرش بحاله، انا هخليه لحد ما انزل البندر اخد بيه تصويره. ده انت عمرك ما عملتها يا عمدي. اه يا بطني اخسى عليك يا نظيمه، الضحكه وجعتني. شفتي الضحكه وجعتها؟ هاتي هاتي اجيب ايه؟ هاتي، مش عايزين وجع. لسه بتقول التعب وحش والوجع وحش، روح شوف وراك ايه. حاضر. ايوة مش عايزة منك حاجة. ليه كده بس؟ شفت اهي قالت لك ان الزعل وحش عشاني، وانت كأنك حالف تموت ناني واللي في بطني. انا برضه موت الواد اللي انا بسترجاه واستمناه من الدنيا. ايوة يا اخويا، ما انت مزعل امه، واني بقى زعلي مش هيروح غير لما تكتب لي الفدادين اللي انا قلت لك عليه، وكمان تجيب لي مناخير حافظه الارض. يا كده يا اما هموت انا والواد من الزعل. غالي والطلب رخيص، كل اللي تأمري بيه واللي تشاوري عليه يبقى بين ايديك يا ام الواد. واد ايه دي بتقول؟ ولدين عمدتين صغيرين. شفت يا فاطمه، هيبقى عندنا عيال صغير، يعني واد كده وواد كده. احنا نسميهم ايه؟ نسميهم حسن وحسين. لا نسميهم حسنين الاثنين. ايوه يا حسنين يجوا الاثنين، يا حسنين يروحوا الاثنين، يعني يبقوا الاثنين حسنين. انا اعمل لهم عيد ميلاد في الطهور اللي هو يوم السبوع، اعمل لهم ليله ولا الف ليله وليله، بس يعني هنعملها كده مع نفسنا هنا عشان المصاريف. وبعدين الواد ده انا هوديه يطهر في البندر، مش يطهروا هنا عند زناتي، عشان زناتي ده بيحف. السلام عليكم. ايه ايه، هي عزومه. في ايه يا عم؟ روح اقعد هناك عند الكاريت. حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا عمدي، اهلا، نورت بيتك ومطرحك. ايه مبروك اللي حصل عند الجامع امبارح؟ اسكت يا عمدي، اللي حصل ما يتحكيش. خد بالك يا عمدي، الشيخ محمود والشيخ عيسى بيقلبوا البلد عليك، واهل البلد ما تاخذنيش يعني ما بقوش زي سابق، كلمه توديهم وكلمه تجيبهم. كمان العيال الشباب الصغيرين دلوقتي بيتكلموا في الصح وفي الغلط وفي حقوق الفلاحين وابصر ايه ومدرك ايه ويامه. ايوه ايوه انا واخد بالي. واللي عايزك تاخد بالك منه كمان الواد ابو العيله يا عم. ابو العيله كبر وبقى يتعمل له حساب، وانت يا سبحان الله الحساب اللي بينك وبينه تقيل قوي يا عم. انت مش واخد منه فرخه ولا ده كرباط، ده انت واخد مرض وعتمان، واخدها غصبانيه. ايه ايه التخاريف اللي انت بتقولها دي؟ تخاريف ايه يا عمد؟ قال لي وفي حد معانا يا جدعان؟ انت داني وانت اللي قاعدين مع بعض، هنكذب على نفسنا ولا ايه يا عتمان؟ قال لا يا جدعان، انت ده احنا خابزينه سوا يا عمد. بصي بقى، انا ما كنتش هاجيلك ولا خط عتبك دارك ده ابدا بعد اللي حصل بينا. بس لولا الغفير كامل جالي وحب على ايدي، قلت ما يصحش لازم اجي. أنا زمان كنت بغير منك عشان ستات الكفر بيحبوكي بيتمسحوا فيكي عايزين يتونسوا معاكي. دي كانت حفيظي،
إنما دلوقتي أني زيه عايزة أتمسح فيكي، نفسي أتونس معاكي. إزاي يا علوان؟ والله العظيم عايزة علوان ياخد حقه بما يرضي الله. أنت اللي بتقولي كده يا حفيظة؟ خليكي جنبي يا فهيم، محدش جنبي، أنا بقيت لوحدي، أنا عارفة إني كنت وحشة مع كل الناس، بس أنا عايزاكي جنبي. عايزه اشكيلك وجعتي، نفسي في حضني يا فهي. ما تزعليش مني. زعلانة يا عبيد؟ ده انت اختي. قهوة النعم. يا جماعي أني قصدي مصلحتكم كلكم. طب قول لي أنت يا لملوك، خدت إيه من الأرض اللي أنت ماسك فيها بإيدك وسنانك دي علشان ما تسيبهاش؟ وهو في حد يبيع أرضه برضك يا سابو العلي؟ دي هي اللي بتوكلني. بتوكلك؟ بتوكلك إيه إن شاء الله؟ يعني أنت يا راجل أنت مش شايف الناس وحالها؟ طب انت يا شيخ اخر مره اكلت فيها حته زفر كان امتى؟ زفر ايه بس يا عم ابو العلي؟ انت عارف ان الارض اهم من كل أهم حاجه. اهم من ايه؟ اهم من ايه يا جدع انت؟ ايه انت عندك كام قراط؟ اتنين تلاته اربعه هتاخد حقهم على داير المليه وزياده كمان، وتاخد الفلوس دي وتروح تفتح لك دكان تبيع لك وتشتري فيه زي ما انت عايز، تبقى سلطان زمانك ولا توسخ هدومك ولا ظهرك هنا عليك، والفلوس اللي هتجيلك دي هيفيد منها كمان، تروح تدهن بيتكم بالبويه وتبقى قاعد ولا اكنك في السراي. ايه اخدت تاني ايه؟ اخدت تاني ايه من الشغل في الطاحونه والشغل في ارض غيري؟ ولا حاجه. طب قول لي انت يا شيخ، عليك كام لغيرك؟ ايه مديون بكام ومش عارف تسد؟ كتير والله يا ابو العيلة. انا قلت اللي عندي يا جماعه. اي والله وانتم احرار، الله اعلم، ربنا كرمنا والحمد لله السنه اللي فاتت وعرفنا نشتري المحصول كله. محدش داري بقى السنة اللي جاي هيحصل ايه، ان كان اصلا الارض هتجيب محصول ولا لا. اهي وان جابت محصول حد ضامن يبقى معاه قرشين علشان يشتري، الله اعلم. ما ده يا كمان لا دودة تاكل المحصول، هنعمل ايه؟ يبقى خراب ديار علينا كليني. انا لو اخواتي الكبار مش هيبيعوا يا عم ابو العلي هاخد نصيبي ابو حولة، ويا ريت تشغلني وياك. أنا يا جماعة اللي عايز يبيع أنا تحت أمره، أنا هروح أتصل بالراجل دغري وهقول له أهو الأرض أهي، هيجي يشوفها، هي عيني، عجبته هيشتريها، عجبتوش خلاص بقى. بس أنا أضمن لكم إن أنا أجيب لكم أعلى سعر إن شاء الله وبعون الله، عشان أنتم أهلي، أهل بلدي. أي والله أنا ليا مين غيركم؟ قوموا يا جماعي، قوموا بيني، إحنا هنتغدى عندي في الدار النهاردة عشان يبقى عيش وملح. يلا يلا سيب الشاي دي تعالي. يا بنتي مش قلنا بلاش مجهودات وبلاش مروح عند حمديه وشيل وحط؟ انت تروحي هناك تقعدي كده ست الستات ولا تشيلي ولا تحطي، تشهللي الشغالين هم يشتغلوا. انا بس خايف على اللي في بطنك العمده الصغير، وعشان انت كمان ما تتعبيش. انا مش تعباني، داني مبسوطه اخر انبساط، واللي بيزود انبساطي لما الاقيك انت يا توتو يا نور عيني رايق ومتهني. ايه ايه؟ طب قولي لي بقى هتعملي ايه في دار حمديه دي؟ اوعي تقولي لي هتروحي تقعدي هناك، لا الدوار رأى اهو وحافظه بطلت تنقرك بعد ما ربنا لهاها في اللي هي فيه. انا كنت قاعده مع نفسي كده يعني
قوم تفكيري هداني لفكرة بريفكس. اللي هي ايه؟ احنا نعمل دار حمدية زريبي. ايه يا وليه؟ نعمل الدار زريبي؟ ايه ومالك مستغرب كده ليه يا عمدي؟ وكمان مش عايز انا استغرب. لا يا حبيبي انت تستغرب زي ما انت عايز، اصل انت كده يا عتمان ساعات مخك يروح راكن على جنب وما يفكرش. يفكر في ايه بقى ان شاء الله؟ هما مش اهل البلد المفروض يسدوا المديونيه اللي عليهم اليومين الجايين دول؟ ايوه. واهل البلد ما حالتهمش اللاضي، ساعتها بقى احنا ناخد منهم رهنيه، والرهنيه دي هتبقى ايه؟ اكيد لا كرادين ولا ذهب ولا فلوس، الرهنيه دي هتبقى بهايم، والبهايم عايزه ايه؟ البهايم عايزه زريبه، والزريبه هتبقى فين؟ هتبقى في دار البت المدعوه حمديه. ايه ده؟ انت بتجري ورا ايه يا بنت؟ انا نفسي اعرف. انا عايزه امن مستقبل العمده الصغير، ولا انت مش عايز؟ لا عايز. على فين يا عتمتي؟ رايح للزفت المأمور، عايزه في كلمتين. ربنا معاك يا حبيبي، تروح وتيجي بالسلامه. ايه بقى انت خلاص بلكتلي في المكان ده ولا ايه؟ بقول لك ايه، سيبني في حالي الله يخليك، الحكايه مش ناقصاه. قوم من هنا. ايه اقوم اروح فين بس يا راجل انت؟ انا كنت سايبك لما كان البيه مفتش الري كان مسافر، لكن هو دلوقتي رجع. ايه ما يرجع يا اخويا، الف حمد لله على سلامته، وانا همنعه يخش دار وما يدخل. يا ستي بقول لك قوم احسن لك. احسن لي؟ يعني لو ما قمتش بقى هتعمل ايه؟ انا مش هعمل حاجه، البيه لما يرجع هو اللي هيعمل. ايه هو كل واحد نفسه في حاجه يعملها في مركز من مراكز المنصوره، ما يلاقيش غيري انا ويعملها فيا، مش كفايه اللي الدنيا عامله فيا انا والعيال؟ الراجل ده واثق وكلمته مسمعه في المنصوره كلها وايده طايله، وممكن يشرد عيالك دول كلهم. بس بس يا اخويا بس، يشرد ايه؟ ما هم مشردين اهو، الدنيا مشردانا. بس خلاص يلا يا عيال يلا، كتر خيرك يا اخويا. يلا يا بنت انت وايه؟ يلا قومي قومي تحتحي يا بنت الكلب، قومي امسك اختك، قومي. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اشوف فيك اليوم يا فاطمه، حسبنا الله ونعم الوكيل. امسك يا بنت امسك، يشرد مين يا اخويا؟ يشرد مين؟ امسك يا بنت، امال ايه اللي عيطوي هنا؟ اوعي اوعي، امسك يا ولدي على كتفك. تعال تعال اشوف فيك يوم. يلا يا بنت يلا قدام، يلا يا بنت. اهلا يا عمده. ايه يا سيدي، وشك ولا وش القمر كده اهو؟ يا اخونك العيش والملح والشطير المفلتت، ولا حتى تبعت مرسال يسال؟ ما انت عارف بقى يا عمده حكايه الواد الغفير ده اللي قتل جوز البنت اياها، واخده كل وقتي. يعني امشي انا بقى عشان سعادتك مش فاضي؟ لا ما صحش. لازم تشرب الشاي الاول. اوعى تكون سعادتك فاهم انني نايم على وداني ومش دريان باللي بيحصل حواليا في البلد. لا انا صاحي وفاهم كل حاجه ومفتح قوي، وعارف انك كل يوم والتاني بتروح عند اللي اسمه ابو العيله واللي اسمها راويه دي، وانا شايف كده انك بدات تخلع ايدك من ايدي وبتتزفلط مني. ايه الكلام ده يا عمده؟ هخلع ايدي منك ليه؟ شوف سعادتك، اللي بيني وبينك مش مأمور وعمده، لا اللي بينا حاجات ياما تودينا انا وانت في دوامه. انا مش بهددك، انا بس بوعيك ان مصلحتك معايا انا، انا اللي بقيلك مش حد تاني. وايه مناسبه الكلام ده يا عمده؟ مناسبه الكلام ده يا سيدي ان انت متغير ومتغير على الاخر. وشوف سعادتك بقى اللي اسمه ابو العيله دي، أنا ممكن أدوس عليه برجليا في عاصف الأرض، واللي اسمها زفتة دي ممكن أخلي حريم البلد تضربها بتبولك. هدي أعصابك يا عمدة، هما كانوا عملوا لك إيه بس؟ هما كانوا عملوا لي إيه؟ شوف سعادتك، أنا اللي بقيلك ومصلحتك معايا أنا، وخلي بالك إن أنا عمدة البلد دي كلها،
أنا عثمان وكلمتي مسموعة، وبكلمة واحدة مني أخلي أهل البلد يلموا الاثنين دول يكتفوهم ويولعوا فيهم بجاز قدامك. لا يا عمدة، أنا عارف إنك أنت مش في وعيك، عشان كده بتقول كلام أنت مش عارف نتيجته إيه. بس خد بالك، أنت كده بتهدد ناس محدش فيهم عمل لك حاجة، ولا حد فيهم مسك بطرف. أنا بنبهك بس. لا كويس قوي ان انت بتنبهني، كويس قوي قوي. شوف بقى، انا في حاجه ما كنتش عايز اقولها لك، بس دلوقتي بقى لازم انا اقولها لك. سلام عليكم. دي حلو تاكلي رز؟ بالهنا والشيف. مالك؟ سرحانة في ايه؟ العيال بقوا يحبوك يا حفيظة، وزي ما هم ولادي ولادك انت كمان. أنا مش قادرة أصدق يا أختي إنك تقعدي كده وتلميهم حواليكي وتأكليهم كمان بإيديكي. أنا بقيت بحبك قوي يا حفيظة، بس يعني أنا عايزة أعرف يعني هو إيه اللي حصل كده وغيرك؟ أحسن أنا يا أختي كده دماغي هتشت مني. الصغيرين دول اللي باقيين لي يا فهيم، الكبار خلاص كل واحد في راسه مصيبه كنت انا السبب فيه، مش هينسولي ولا حتى في عمرهم اللي باقي كله. انما دول الصغيرين دول الخير اللي هعمله معاهم هيفضل وياهم العمر كله، مش هينسوه. ينفع الاثنين يقعدوا معاكي؟ البنت دي بتحب تاكل العظم، بتحب القرايش، يو بتاكليها ايه يا فهيم؟ خدي يلا من امك حفيظه، خدي يا بيت. خدي العظم يا هبله وخدي اللحم. يا هبلي جاتك نيله طالعه لامي. جاتك ايه يا حفيظ؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. الله منك لله يا فاطمه، منك لله. إلهي تتكسحي، ما تقومي من مكاني. إلهي تشوفي الذل اللي أنا شفته أنا وعيالي. رجعت هعمل إيه؟ هروح فين وأجي منين؟ هعمل إيه بالعيال دول؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. أشوف فيك يوم يا فاطمة يا رب. حسبنا الله ونعم الوكيل. اعمل ايه واروح فين بس يا ربي؟ اعمل ايه بس يا ربي؟ بكم اللحم اللي ورايا يا ربي اعمل مالك يا عثمان؟
لو تقول لي بس يا اخويا فيك ايه؟ انا قلقان قوي من ناحيه المأمور يا فاطمه، ما بقاش معايا زي الاول، وده بقى بالذات انا مصاريني كلها في ايده. يعني ما هوش السيد، ممكن ارتب له ترتيب وارميه في السجن واخلص منه. انا خايف. الخوف يا اخويا مش من المأمور بس، الخوف من المأمور ومن حفيظي ومن علوان ومن فهيمة ومن البلد كلتها. الخوف على الواد اللي جاي ده يا عمدي، على ابنك اللي هيشيل اسمك وهيورثك بعد عمر طويل إن شاء الله. أنا خايفة عليها قوي، خايفة عليها قوي يا عتمان. أنا خايفة يا أخويا لا يموتوه قبل ما يشوف الدنيا. ده اللي يفكر يهوب ناحية ابني، ده أنا أطخه. أطخه ده إيه؟ ده أنا أقطعه حتت حتت كده وأرميه للكلاب. أيوه يا أخويا صح طبعاً. عشان كده بقى يا عتمان إحنا لازم نعمل حساب لبكرة. أيوه أمال إيه؟ لازم نعمل حساب لبكرة. ما تلم الدين. أيوه أنا الأسبوع الجاي ألم الدين، واللي ما يدفعش بقى أرميه في السجن بالقانون والأصول، واللي معهوش بقى يدفع وعايزنا نستنى عليه شوية يورينا بقى إذا كان معانا ولا مع غيرنا. يا سلام. أيوه كده براوة عليك يا عمدة العمد. البلد دي لازم أن تتمسك بإيد من حديد. عشان تعرف بس، عشان تعرف إنك ملكش غير فاطمة وابن فاطمة. شد الحزام على وسطك غيره ما يفيدك، لابد عن يوم برضو ويعدلها سيدك. إن كان شيل الحمول على ظهرك يكيدك، أهون عليك يا حر من مديت إيدك. وإن كان شيل الحمول على ظهرك يكيدك، أهون عليك يا حر من مدت إيدك. مط يلا بينا أنت وياه ونستعان عشا بالله، وهو اللي في الإسم طولنا واللي ما فيش إن شاء الله مجال. مدام بتلقى عش وغموس يهمك إيه تفضل منحوس، ما تحط راسك بين الروس، لا تقولي لا خيار ولا فاقوس. شد الحزام على وسطك غيره ما يفيدك. طب والله ما احنا عارفين نرد جمايلك دي ازاي يا شيخ عيسى. ولا جمايل ولا حاجة. انا قلت البيت راحت ومعادش منها راجل، لكن ربنا جاب الشفاء على ايديك يا شيخ عيسى. ربنا هو الشافي يا بالحاج. وبعدين منارة ما كانتش عيانة ولا حاجة، كل الموضوع ان نفسيتها كانت تعبانة شوية. نفسوية ايه بس يا شيخ عيسى؟ ده انت اللي طيب. ده انا كنت قلت خلاص عليه العوض ومنه العوض فيه. لا عليه العوض ايه؟ دي منارة دي. عايز تقول حاجة يا شيخ عيسى؟ انا بس عايز اقول لكم ان انا ليا اخ وحيد قاعد في القاهرة مع والدتي. انت عايز تقول ايه بالظبط يا شيخ عيسى؟ ما تقول على طول كده. أنا عايز أتجوز بنتكم منارة. باع وأسقط وتنازل الحاج محمد إبراهيم حسين عن حصته في قطعة الأرض الخاصة به، وتم استلام ثمنها بالكامل. هات الختم يا حاج. اتفضل اللي بعده. خد يا جابر اما اقول لك. خد اللي بعده. يا حاج ايه يا عم ابو العيله تحت امرك. وريني كده يا ولي، دي ورق الحيازي. معلش ماني مش عارف. اطمن الورقه اهو.
انا عملت خناقه مع اخويا الكبير وخليته عزل نصيبي والعقد اهو. ومال علي العاق لعلمك باقي اخواتك كلهم هيبيعوا برضه. ده انا عملت ختم ليا باسمي، امال ايه؟ طب خد الورق بتاعك اهو. حاضر. روح بقى ايه اختم اهو، يبقى العوزه الختم بتاعك دي، وخد فلوسك. حاضر. استنانا شويه يا جابر، شوف الخدمه بتاعك. ممكن ولو فيها رساله اتحطت وياك على جنب حبه يا ابو العلبة. انت مين؟ ايوه الغفير كامل. عايز ايه العمد؟ العمد ايه العمد؟ واكل حقش، واكل حق في محصول حته الارض بتاعتك واخويا وبتاع اخويا وبتاعتي. بيلهف محصولها اللي بيشقى فيه الواد اخويا شقى الدنيا طول السنه، ما بنتحصلش منه ولا على نص تمن المحصول. وانت جاي تقول لاني الكلام ده ليه؟ اني مالي؟ اني مش فاهم قصدك. لا فاهم، فاهم قصدي كويس يا سابو العلب. ايه فاهم؟ اني هبيع لك حته الارض دي. ايوه هبيع لك حته الارض، بس سايق عليك النبي، سايق عليك كل غالي وعزيز، ما تظلمني في ثمنها زي عثمان الكلب دي. انت عملت الصح يا كامل، واني هشتري منك حته الارض دي وهديك فوق تمنها زياده من عندي عشان ما اظلمكش. يبقى كتر الله الف خيرك. وهي الارض دي ليها ورق؟ ايوه ليها ورق اهي، ومختومي ختم ميري. ختم اهو. وباسم مين دي؟ باسمها انا واخويا واخويا واني. واخوك هيبيع؟ هيبيع على بركة الله. خلي الورق معاك، وقف في الصف وبقى فوت يا كامل، يبقى فوت. احنا شكلنا هنعمل مصالح كتير مع بعض. حاضر جنابك. امسك يا حاج حقك اهو. ماشي. هات يا جابر. اتفضل. ده العقد ده. فين الخدمة حبيبي؟ هات. خلصني. تحت هنا. تحت المستلف. اللي بعده تختم ولا بتفصل؟ تمضي. شاطر قوي. صحيح يا ولد، بيمضي الفلاحين؟ ايوه جناب العمد، بيمضيهم وبيبصمهم وبيختمهم وبيمضيهم ويختمهم. خلاص انت هتلحنها هتغنيها. خلاص تعالى يا ست اسمعي، غنيلي سمعها. هتغنيلي ايه؟ دي مش غنيوة يا ست فاطمة. أمال إيه؟ خبر وحش. خير كف الله الشر. طب امشي يا غفير، أنا هفهم من العمدة كل حاجة. غني لها الخبر يا عمدة. خير؟ خير يا عثمان؟ فيه إيه يا حبيبي؟ بيمضيهم ويختمهم ويبصمهم. لا لا لا، الحكاية كده كبرت وزادت وخرجت عن حدها وما عادش فيها صبر. إيه؟ مالك يا عمده فيه ايه؟ ما تتكلم كده على طول وتفهمني. هي زفت الطين اللي اسمه ابو العيله والحربان نتاع اللي معاه دي، بيشتروا اراضي الفلاحين وبيمضوهم على الكشف وبالمفتشر كده قدام الناس. وهاني لو ضامن المأمور الزفت دي كنت رحت طربقتها فوق دماغه ومجرجرتيه ومخليت اللي ما يشتري يتفرج عليه. لكن المأمور بانه خايف منهم بصحيح. انا كل اللي مجنني الفلوس اللي بيشتروا بيها الاراضي الكتير دي، جابوها منين؟ وانت كل ده يا عمده معرفتش جابوها منين؟ هيجيبوها منين يعني غير من اللي ما تتسمى اللي يا رب يا رب يبلعها حنش قدر يا كريم اللي اسمها راوي. طب وايه العمل بقى؟ اقول لك اني بس اقعد كده واسمعني على رواقي. قول. شوف يا اخوي، عدوك اللي ما تقدر عليه صاحبه وامشي على هواه لحد ما يجي اليوم اللي تركابه وتدلدل رجلك كمان. يعني ايه؟ ما تقول المفيد كده خلينا نفهم. احنا مش اليومين الجايين دول كده كده هنقلب البلد كلها عشان الدين اللي على الفلاحين ليني؟ ايوه. ايه بقى علاقة الدين ده بابو العيلة والزفتة اللي معاه؟ هو مش ابو العيلة داير عمال يشتري اراضي الفلاحين؟ قوم بقى اللي بيديهولهم هو باليمين، احنا نطالب بالدين اللي عليهم وناخده بالشمال. او ايه؟ قولي يا بنت قولي، بانك انت هتجيب المفيد بصحيح. نتفق نجيب الفلاحين اللي عليهم دين ونمضيهم تنازل عن ارضهم، يا كده يا اما يتحبسوا
ساعتها بقى زي ما ابو العيلة داير عمال يلم في اراضيهم، احنا كمان نلم زيه وندخل بقى معاه في قواضي ومحاكم، ونوقف له المراكب السايري، ونخلي الارض بتاعته واقفه كده زي ما هي، لا عارف يزرعها ولا عارف يقلعها. وبعدين؟ لا ما فيهاش وبعدين، يا اما كده يا اما ايه تاني؟ هي لسه فيها اما. ايوه امال ايه؟ نجيب ابو العيلة ونتفق معاه. لا 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 اهدي، كله الا كده، ما بقاش الا الممسوخ ده كمان اللي اقعد اتحدى وياه. ما كنت بتتكلمي حلو، ليه بتخيبي كده؟ طب عقلها يا عمدي، عقلها يا اللي مخك يوزن البلد كلها. المأمور بقى عايم على عمهم ليه؟ وليه بقى داخل خارج عليهم كده؟ عشان خلاص عارف اللي فيه، عارف ان اليومين الجايين دول بتوعهم، وان في فايده جايه من وراهم، ومحنا بقى بحدائي لازم نعمل زيه ونصاحبهم احنا كمان. واذا فكروا ان احنا خايفين منهم ولا مستقوينهم يسيبهم، نسيبهم يا اخويا كده يفتكروا اللي هم عايزينه. المهم يصدقوا ان احنا خايفين منهم بصحيح، وان احنا عايزين نبقى ايد واحده معاهم، قوم ساعتها نكوش على البلد كله. انت بسلطانك وبمداسك اللي فوق رؤوس اهل البلد كلهم، وهم بمالهم السايب اللي دايرين يبعتروا فيه يمين وشمال، ساعتها بقى هنبقى حكمنا البلد وطوقناها كده بايدينا الاتنين، ونعمل ما بدلني كده ولا لا؟ خد بالك يا عمدي، كل واحد وليه يوم، واللي يجي يومه عايش في ظله كده ولا مش كده؟ ايه دي؟ ايه التفكير ده؟ ايه العقل ده؟ ده انت الشيطان يجي عندك يقلع دماغه ويقولك منك نستفيد. تربيتك يا عمدي، تربيتك. استنى يا كامل، عايز ايه يا وائل؟ اتريزي هنا استناني لحد ما بلغ جنب العمدة حاجة واجيلك تاني. طبعا انت كنت جاي تبلغ العمدة ان ابو العيلة ومراته والأبوكاتو بيبصموا الفلاحين عشان يبيعوهم ارضهم. لا ايوه كنت هو كده. تلاقيك عرفت يا وائل. لا ما عرفتش، انا شفت بعناية. شفت ايه؟ بس اياك يكون ابو العيلة بقى اداك قرشين كويسين في حتة الارض بتاعتك انت واخواتك. يا ريس وائل، احب على بلغتك، اوعى يكون عثمان عرف حاجه ولا حيعرف. انت يا زفت يا اللي اسمك وائل. انت يا وائل يا اللي اسمك زفت. حاضر يا حضره العمده. شفت عمره ما قال لي يا سي وائل ولا حضره الغفير وائل، راجل واطي بصحيح. ايوه مش بندع عليك يا زفت الطين انت. ايوه ما انا كنت جاي اهو يا حضره العمده، لسه كنا بنجيب في سيرتك. اسمع بقى، تاخد ديلك في سنانك جري وتروح لسيدك ابو العيله. سيدي مين؟ زي ما سمعت يا اطرش، سيدك ابو العيله، تقول له جناب العمده بيقول لك اتفضل اشرب معانا الشاي، وشوف هقول لك ايه وتعالى جري قول لي. حاضر. سيدك ابو العيله حلوه. لا وايه؟ تعالى اشرب معانا الشاي. عجايب يا ولاد. المصالح المصالح يا كامل. ابو العيله وفطني دول زي ما يكونوا اتبدلوا، بقوا ناس تاني. دول حتى يوم ما بيتكلموا ويتعطفوا علينا بيكلمونا كانهم مش شايفيني ولا سامعيني، زي ما يكونوا شايفين قدام عينيهم حاجه واحده بس، مش عايزين يشوفوا غيره. ابو العيله وفطني دول حتى ما بقوش عارفين عيالهم يا ولدها. خدي خدي. في ايه زين؟ الحقي حاسه البنت سخنه نار. ادي اللي انا كنت عامل حساب تكون البيت جالها الكوليري. الكوليري دي بتموت موت كده. يا اخويا انت هتفاول عليها انت التاني، شوف لك تصريف. انا هوديها لابو العيله هو اللي يتصرف. ابو العيله ده ايه؟ خدها لفطني. بقول لك ايه، روحي انت لفطني وانا هاخد البيت دي اروح بيها على مستشفى المركز، بس على الله حكيم باشا يكون موجود. يستر. عادي يا بنتي يا زين. بسم الله الرحمن الرحيم. البت تجري لها حاجه ونشيل احنا ذنبها دي. ربنا يجازيكي بقى يا فاطمه انت وابو العيل. يلا يا واد يا محمد. يلا يا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا دي النور، اتفضل يا شيخ عيسى. يا رب يا ساتر. بسم الله ما شاء الله. بسم الله. خير يا ست حفيظة؟ أنا شيعت لك، أصلي كنت عايزاك في موضوع مهم. تعرف يعني الدنيا بتاخد الواحد، وأصلا يعني
عايزه تقولي ايه يا ست حفيظه؟ انا عمري ما قريت في كتاب ربنا، واما كنت في المدرسه الابتدائي الالزامي لما كانوا بيقروا القران ولا كنت اقرا ولا كنت احفظ، وانا وحيده ابويا وامي كنت دلوعه، كان كلهم يمشوا ورا كلام وانا ما بمشيش غير ورا كلام شيطان. لما بديت حاسه زي ما يكون واقف بيني وبين كتاب ربنا، نفسي اقرا في كتاب ربنا، نفسي اتعلم منه. عال قوي يا ست حفيظه. طيب في حد في البلد بيحفظ كلام ربنا؟ قالي معرفش حد، بس كان في واحد عجوز قوي ساكن شرق الكفر، مش فاكره كان اسمه جنادي. ايوه جنادي. وجنيدي ده عايش لوحده ولا معاه حد؟ طول عمرنا بنسمع ان هو عايش لوحده. طب ما تروحي لجنيدي ده، هو يحفظك ويفسر لك ويعلمك القرآن وانت ترعيه وتخدميه. ايه اخدمه دي؟ مالك انت خدتي ليه يا ست حفيظه؟ الموضوع ابسط من كده. مش تخدميه يعني تبقي خدامه، لا، انت هتزكي عن صحتك وعافيتك، هترعيه، وده اللي هو محتاجه، وهو كمان هيديك اللي انت محتاجاه، هيحفظك. وعلى فكرة انت الكسبانة في الحسبة دي. وماله اخدمه؟ ده ممكن جنيدي ده يكون سبب رضا ربنا عنك. الله، هو ده كل منايا من الدنيا. واكيد جنيدي مش هيحفظك ويعلمك القرآن وبس، اكيد هو بيتكلم معاكي، هيعلمك كل اللي عاشه طول السنين دي، يعني هيديك المعرفة، المعرفة اللي هي أغلى نعمة من نعم ربنا. يا ريت يا شيخ عيسى، كل منى يا ربنا يرضى عني، بس مش عارفة إذا كان هيقبل توبتي ولا لا. ربنا فتح الباب لكل الناس، بس للي يدخل في رحمته. أنت صحيتي الصبح لقيتي الشمس بتدفي الناس كلها وأنت لأ؟ لأ. عمرك صحيتي لقيتي الناس بتتنفس هوا إلا أنت؟ لا. ربنا بيديكي كل الطرق والوسائل علشان تبقي إنسانة صالحة، إداكي عقل علشان تختاري الطريق لرحمة ربنا وما تختاريش الطريق التاني. البنت مالها يا دكتور؟ عندها نزلة شعبية حادة. ما تخافيش يا فاطمة، بسيطة بإذن الله. خلي بالك من البنت يا حنان، أول ما تفوق سايقة عليك النبي تقولي لها إنني كنت معاها. البنت عايزاك أنت يا فاطمة. طب وليه بس هعمل إيه؟ ماني معاها أهو. معاها فين بس يا فاطمة؟ دي البنت طول الليل والنهار تسأل عليكي، والواد ما بينامش الا لسانه هينبري كده من قولة ابا وام. هانت يا حنان، هانت. يا ايه بس اللي هانت؟ طول ما انت بتجري ورا اللي في دماغك ده يبقى عمرك ما تخلصي يا فاطمه. والنبي بس يا حنان، بس على لا يسيئك، انا في اللي مكفيني. اللي حصل حصل بقى يا فاطمه، ما عادش ينفع. واللي بتعمليه ده لا يعدل اللي مال ولا يجبر اللي انكسر. بقول لك ايه يا حنان، انا مش عايزه اسمع ولا كلمه تاني، ولو عيالي تقال على قلبك. عيالك عيالي يا فاطني، انا مش قلت الاصل وانت عارفه، بس انت اختي وانا خايفه عليكي وعلى عيالك، واللي بتعمليه انت والعيله ده مش هيأذي في الاخر حد غيركم. بصي يا حنان، خلي دول معاكي، عايزاكي تجيبي كام فرخه للبيت وتعملي لها شويه شوربه. هو انا بقول لك كده عشان عايزه فلوس يا فاطني؟ انا عارفه انك مش عايزه فلوس، أنا بديهم لك عشان حسان يجيب الدواء للبيت، وبالمرة تبقوا تجيبوا لهم غطا عشان العيال ما يبردوش تاني. خدي يا حنان. يا بنت امسكي يا بنت. اه يا أم، خديني معاكي. على عيني يا حبيب أمك، على عيني والله يا محمد، بس
خلاص هانت يا حبيبي هانت. المرة الجاية إن شاء الله هاخدك معايا. خلي بالك من أختك. خلي بالك من عيالي حنان انتي وحسان. اهلا 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 يا ابو العيل، اتفضل تعال. زعلان مني اياه؟ ايه وانت برضك يزعل منك يا عمدي. صدق بتقام بالله يا ولي، انا ما اقصد ايوتا حاجه وحشه من اللي حصل ده، بس يعني اعمل ايه؟ انت عارف ولاد الحرام لما بيمسكوا ودن الواحد يقعدوا يزنوا فيه ايه ما بيسيبوهاش، وانا زي ما انت عارف لازما لو سمعت حاجه كده ولا كده اتاكد منها واتحقق. ايوه ما معاك حق والله، انت يا راجل معذور وراك حاجات كتير، وانا عارف ومتاكد انك انت يوم ما بتعمل حاجه بتعملها من غير قصد، حلوه كانت او وحشه يعني. ما تيجي ادي يا كامل. قال لا هتسيب الكرسي معفر كده، نفضه يا اخي خلينا اعرف. عيني عيني يا سابو الحيط. امشي يا ابني من هنا، امشي. متعازف انت؟ نعم. نفض الكرسي ليه من العفر، خلينا نقعد. حاضر. بس بقول لك نفض مش عفر، ايه الغباء ده؟ روح. بس انا يعني جيت للحق يا ابو العلي، زعلان منك واخد على خاطري يعني حبتين. واني مش قد زعلك يا عمدي. ليه زعلان مني ليه؟ يعني يصح برضو تعمل اللي انت بتعمله انت ومراتك راوية دي؟ ايه واحنا بنعمل ايه يعني؟ انت بتشتري المحصول من الفلاحين؟ لو انت عايز تشتري المحصول تعالي اقول واني وانت نحط ايدينا في ايدين بعضين، بدل ما تجري انت من ناحيه واني من ناحيه والفلاحين يشوفونا كده يعني لا مؤاخذه واحنا بنعض في بعضينا وبناكل في بعض، يوم الفلاح من دول يحس ان محصوله له قيمه يقعد بقى يتشرط. لكن لما نحط ايدينا في ايدين بعض نتفق نقسم البلد نصين ونحدد السعر اللي احنا عايزينه ونمشي الحكايه زي ما احنا عايزين. لكن الفلاح من دول لو عرف كده هيتمالع ويقعد يقول لك بقى انا عايز مش عارف ايه ومدرك ايه وابصر ايه، مش كده ولا ايه؟ كلامك سليم يا عمدي، بس السنه الجايه بقى وعليك خير. وليه السنه الجاي؟ ما دلوقتي الوقت لسه ملكني. قول لي يا ابو العيله، هو انت صحيح بتشتري الاراضي من الفلاحين؟ ايوه صحيح. طب وده اسمه كلام برضه؟ يعني انت لما تكون عايز تشتري ارض تعالى قول لي، اني انبهك انورك اقول لك تشتري ايه وما تشتريش ايه، واخلي الفلاحين يبيعوا لك الارض اللي انت عايزها في الحته اللي تشاور عليها بالسعر اللي يلد عليك كمان. لكن بالطريقه دي كده لا مؤاخذه يعني انت بتشتري الارض دي لمين؟ ايه السؤال ده يا عثمان؟ بشتريها لنفسي يا اخي. ايوه ايوه، يعني لا مؤاخذه بقى في السؤال ده كمان، يعني انت جبت الفلوس دي كلها من ايه؟ انت عايز ايه يا جدع انتي؟ يهمك في ايه انا جبت الفلوس دي منين؟ انا خايف عليك. انا بقولها لك كده بالصريح وبالمفتشر. ايوه كده امال، هتهلي بالصريح وبالمفتشي بدل اللف والدوران، عشان اني الكلام الصريح هو اللي بيجيب نتيجه وياي. تعجبني يا ابو العيله، شوف بقى بالصريح كده، البلد دي ما تسعناش احنا الاثنين. لا مؤاخذه في الكلمه يعني، لازم واحد بس اللي يتحكم في البلد ويمشيه، وعلى رأي اللي قال المركب اللي لها ريسين بتغرق. ده كلام حكم يا عثمان، ومين قال لك بقى ان المركب هيبقى لها ريسين؟ ايه ايه امال اللي انت بتعمله انت ومراتك ده يبقى اسمه ايه؟ ايه ايه بنشتري الارض يا اخي، هو حرام ولا حرام شراء الارض؟ ولا يكش يكون فيه قانون بيمنع شراء الارض واني مش درياه؟ اسمع بقى يا ابو العيلة، أنا طول عمري ملك البلد دي في إيدي، ومش هسمح لحد حتى مجرد إنه يفكر إنه يهز هيبتي قدام الفلاحين، ولا يخلي الفلاحين يحسوا إنه فيه راس تانية أعلى من راسي. الأحسن إن إحنا نحط إيدينا في إيدين بعض ونتفق ونبقى مع بعضين، وليك عندي أنا يخليك ملك.
وانا ما عنديش مانع يا عتمان. شوف بقى، انت بتشتري المحاصيل من الفلاحين، واني ليا ديون عند الفلاحين، انا هطالب بالدين. يبقى اللي انت تديهولهم باليمين اخده انا منهم ايه بالشمال، يفضل الفلاح محتاج لك ومحتاج لي. ايوه يا عمدي، بس انت مش فاهم. شوف انت، انت واللي وراك واللي معاك، اللي انا مش عايز اعرف هم مين، واني بسلطتي وباللي ورايا برضه واللي معايا واللي مش هقول لك هم مين. احنا لو الفلاح من دول اتملعل علينا، قول علينا بقى يا رحمن يا رحيم. ليه؟ لان الواد من دول لو شم نفسه علينا هيبقى له مطالب وهيطالب ويمكن يعلي صوته كمان، لكن طول ما هو زي الطور كده في الساقيه يبقى احنا نعرف نتحكم فيه ونمشيه. قلت ايه؟ قلت اني معاك يا عمدي. نقرا الفتحة على الكلام ده. نقرا الفتحة. تشرب ايه بقى؟ مين؟ مين اللي جاي هناك ده؟ ازيك يا عم الشيخ؟ ان شاء الله يا رب تكون بخير. لله الحمد والعرفان. انت مين؟ اني حفيظة. حفيظة؟ حفيظة مين؟ حفيظة مرات حفيظة سليم المحمدي. حفيظة، حفيظة مرات عثمان العمدي. أيوة. أنا مش هسيب الدار يا حفيظة، مش هسيب داري حتى لو جوزك ده دفن فيه. هو عايز مني إيه؟ عايز مني إيه؟ يا ناس حرام عليكم، ده أنا كلها يوم ولا اتنين وربنا ياخدني ويبعدني عن دنياكم دي. انتوا ما فكرتوش هتاخدوا ايه وانتوا رايحين تقابلوا ربنا؟ هتاخدوا ايه وياكم؟ انت بتعيط يا حفيظه يا مرات الظالم. طيب فيها ايه بس؟ انت مالك يا حفيظه مالك؟ انا قصدك في خدمه والنبي ما تصدني. والنبي قصداني في خدمه؟ قولي يا حفيظة. عايزك تعلمني كلام ربنا. طب وايه اللي يفكرك بكلام ربنا دلوقتي؟ لما عرفت ان الكفن ملوش جيوب يا عم الشيخ. طب من زمان، من زمان الكفن ملوش جيوب. عموما انا هقول وانت تقولي ورايا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه. فيه هدى للمتقين. فيه هدى للمتقين. إيه يا أبو منار؟ خبري إيه؟ متردد ليه في جواز منارة بنتك من الشيخ عيسى؟ الشيخ عيسى أنا بعتبره ابني، وأنا أم منارة بنعزه معزة كبيرة قوي، ولو فكرت في حد ما كنتش هفكر في حد أحسن منه لبنتي. بس يعني الشيخ عيسى. بس إيه؟ بس إيه يا راجل؟ إيه لازمة البسبس أقول؟ الشيخ عيسى غريب عن البلد، وهيجي عليه يوم ياخد منارة ويمشي، وأنا أم منارة ما نقدرش نستغنى عنها، ده هي اللي حيلتنا. واه يا ابو مناره، ياك نسيت بتتحدث مع مين انت؟ ده انا محمود يا راجل. محمود اللي ساب بلده زمان وجه عاش في بلدكم وتجوز فيها وعاش فيها عمر بحاله. وبيت واحد مننا كمان. تمام. ولو فرضنا يا سيدي ان الشيخ عيسى بكرة ولا بعده بعد ما اتجوز منارة حتم عليه شغله انه يروح مكان تاني ولا بلد تانية، ايه المانع؟
ياك ما ينفعش يجي يزوركم ولا انتوا تروحوا تزوروه في البلد والمكان اللي هم قاعدين فيه؟ سيبك من الكلام ده، الكلام ده مش مهم خالص 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 يا ابو منارة. المهم ان بنتك تبقى مبسوطة مع جوزها وحابة العيشة معاه. مالك يا منارة؟ هو أنا كده يام أبقى بخون محروس؟ مين اللي قال الكلام ده بس يا بنتي؟ أنت عارفة يا منارة لو محروس يقدر يتكلم كان قالك يا بنتي عيشي وفرحي واتجوزي. اللي بيحب حد يا بنتي بيحب يبقى مبسوط. تعرفي يما الشيخ عيسى قال لي كلام كل ما افتكره ارتاح ارتاح قوي. وقال لك ايه بقى الشيخ عيسى يا منار؟ قال لي ان ربنا خلقنا عشان نعيش ونعمر الدنيا دي. اي نعم ساعات هتقابلنا حاجات تخلينا نحس ان الدنيا صعبه وانها مش حلوه خالص كمان، لكن احنا بقى لازم نحليه بايدينا وقلوبنا وايماننا. الشيخ عيسى قال لي كده. ايوه يا حبيبتي صح اللي قاله لك الشيخ عيسى يا حبيبتي. العواف الله يعافيكي. ازيك يا فاطمه؟ الحمد لله. انت اللي عامل ايه يا ابو العيله؟ وحشاني يا راوي. يا ست الدار فاطمه. يا اهلا يا اهلا يا حبيبتي، نورتي وشرفتي، وحشاني جدا جدا. الله يخليك تعيش. صدقي يا اختي ان انا شفتك من فوق بس قلت لا مش ممكن ابدا ان تكون جايه لي في وقت زي ده. بس بجد فرحتي قلبي بدخلتك، شرفتي يا حبيبتي ونورتي. بيتك ومطرحك يا اختي تيجي في اي وقت. خير يا فاطمه؟ جرى حاجه؟ البت كانت هتروح مننا يا ابو العيله. بنت مين؟ زينب بنتي؟ حصل ايه؟ راحت فين؟ حنان وحسان بيجسوها وهي نايمه لقوها ايده نار سخنيه يعني. ادت لحسان يجيب العلاج ومشي. وشقر عليها يا ابو العيلة. البت غلبانة ومالهاش غير طوالي دغري. قولي لي هي فين؟ حسن زمانه روح بيه. خلاص هناخد بعضي وروح اشوف زينب. العواف. مع السلامة يا حبيبي. ولو البت زينب فيها حاجة قولي وابعت لك اجيب لك الدكتور من البندر على طول. طب قولي لي كنت عايزاني في ايه بقى؟ أنا كنت جاي أقول لك كلمتين يخص أبو العيلة، بس لما يرجع بقى بإنتي حكيهم له. عثمان خلاص حفرته بقت تحت رجله ونهايته قربت، وإذا ما كانتش قربت نقربها. أنا مش فاهمة إنتي عايزة إيه يا فاطمة. أنا مش جاية الضايف، أنا جاية أتمم الاتفاق اللي بيني. ما تجيبي من آخر يا فاطمة وتقولي اللي عندك. بس براوع عليكوا في حركة المأمور دي. دي هتطلع من نفخة عثمان. بالك أنتِ؟ امبارح جه يتكلم معايا. وقال لي انه بقى خايف
خايف يعمل اياته عامله كبيره علشان عارف خلاص ان المأمور ما بقاش معاه. عتمان اتكسر خلاص. اتكسر وبقى خايف. فاهمه يعني ايه خايف؟ دلوقتي بقى مش فاضل غير ان احنا نقوم اهل الكفر عليه ونقيدهم نار عشان نارهم تحرقه زي ما حرقنا كلنا. اللي عمله عثمان دي يستحيل يتنسي حتى ان كنت شايله في بطني منه. في ايه يا ابو العالي؟ زينب جرى لها حاجه؟ لا ما تخافيش، زينب زي الفل، انا سايبها بتلعب مع الاولاد. امال ايه اللي جابك هنا تاني؟ امشي يا ابو العالي روح، انا مش عايزه عثمان يحس بحاجه. أني بقي عايزه يحس. عثمان دي خلاص أني بقيت ممكن أفحصه تحت أبو الغيدي. هو ده الكلام اللي أنا عايزه أسمعه بس. إنما الكلام اللي في دماغك دي أنا مش عايزه أسمعه تاني، لأنه خلاص يا أبو العيلة مات. مات زي ما إحنا متنا. إحنا ما عدناش بتوع زمان يا أبو العيلة خلاص. لا يا فاطني، قولي زي ما تقولي، إنما أنا ما أعرفش إلا فاطني وحدي. فاطني اللي لا حبيت ولا أحب غيري. فاطني مراتي ومعيالي. اللي عثمان خدها غصب عنك وعني وخلص بقى في بينهم عيل. روح يا أبو العالي، روح على اللي يسيئك، روح شوف وراك ايه. يلا انا ماشي يا فاطني، هروح. بس وحياه زينب ومحمد ورحمه امي لكن واخد حقي وحقك وحق الاولاد وزيادي. وهتشوفي انت يا فر كامل. تعال. ايوه 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 جنابك. انت ايه اللي انت عملته ده؟ انت اتخبلت ولا اتخبلت؟ امان خاصمك النبي، ما تخافي، ما تخافيش يا ست فاطمه. امان. طب امشي. الوسع ده كله بيضيق عليك بقى، البراح دي يضيق قوي كده. المأمور وسلت ايده من ايدك، والزفت اللي اسمه ابو العيلة بقى عامل راسه براسك، والسيد اخو حفيظه راح في 60 داهية تلمه. حتى حفيظه حفيظك سابت كل اللي ليه ولا كأنك موجود في حياته. وبعدين يا عثمان تقف كده ليه يا والي؟
امال اقف ازاي يا عمده؟ انت واقف تصنط عليا وانا بكلم نفسي؟ انت كنت بتكلم نفسك؟ ايوه يا حمار، انت بتسمعني؟ وقالت لك ايه؟ لسه بشاورها. إيه؟ يلا روح اقف بعيد، يعني 10 15 متر كده، ابعد ابعد خالص. حاضر. ده ايه الهم دي؟ انا كنت بقول ايه لنفسي؟ طب اي حد اكلمه؟ خد ياض يا حسان، خد تعالى هنا. لا اله الا الله، خير يا حضره العمده؟ صباح الخير. صباح الخير، انت رايح فين كده وايه اللي في ايدك دي؟ ده لقمه، زي ما تقول كده شويه سريس على جعدات جبنه، لقمه نتقود بيه. ايوه ايوه. طب انا عاوز اتحدث معاك، انت عامل ايه يا ولا؟ يعني حلو كده الحمد لله، مبسوط؟ الحمد لله يا حضره العمده. طب الحمد لله. والبت مراتك حلوه؟ نعم. يعني مبسوط وياها يعني؟ ايوه مبسوطين الحمد لله، نشكر ربنا. الحمد لله. وده بقى اكلك ولا اكله؟ ده فطارنا احنا الاثنين. في حاجه يا حضره العمده؟ خير؟ انت اهبل يا ولا، هو ده يشبع نفر؟ اهو الرضا من عند الله. يا سلام يا سلام، الرضا من عند الله علياني؟ لا، ابو العيله ومراته مش بيدوك فلوس انت ومراتك عشان العيال الصغيرين؟ وفاطمه برضه من ناحيه تانية بتديك فلوس من ورايا وانا عارف، وتقول الرضا من عند الله. يا حضره العمده، اللي للعيال بيروح للعيال، النفر منني لازم يراعي ربنا وما ينساهوش. ايوه ايوه عندك حق، بس يعني ما شفناكش يعني من ساعه ما طلعت من المصيبه السوداء اللي كنت رايح فيها في 60 داهيه دي، وانا طلعتك منها يعني، وكانك يا واد يعني ما صدقت ان انت فوت الميري. امانت الله يا حضره العمده، انا اما صدقت فوت الخدمه المير؟ لا والله. ايه؟ طب مش كنت تيجي يعني تتشكرلي وتبوس الايادي انني طلعتك من النصيبه دي؟ ما هاني يعني برضك يامي. يامي ايه يا والي؟ يامي طلعتك من نصاي. انت اتهبلت يا والي ولا ايه؟ ايه العبط اللي انت بتقوله ده؟ طب ايه اقولك بقى ايه؟ ان انت مش هبات في بيتك الليل، انت هبات في الحجز. ليه؟ هو انا عملت عملي ولا سرقت ولا نهبت؟ انت واد سوي وانا عارفك. انت يا غبير انت اهو. ايوه تعالى يا حمار انت اهو، امسك الراجل ده. في ايه يا حضره العمده؟ بقول لك ايه، في احتمال ان انت تبات بكره كمان، وفي احتمال تخين ما تطلعش من الحجز ده ابدا. قلت ايه بقى؟ انت فاكر نفسك زي زمان ولا ايه؟ ما خلاص الهيلمان ده راح. هو ايه ده اللي راح يهبل انت؟ انت اتجننت يا ولا اتجننت؟ انت بتقول كلام غير مسؤول، خلي بالك. انا خلاص ما عدتش اخاف منك. بقول لك ايه، اسمعها مني كلمه، راعي ربنا عشان يوم ما تقع تلقى حد واقف جنبك. اقع فين يا عبيط انت؟ ارمي الواد ده في الحجز وكتف بقه دي، ما تسمعش منه كلمه. يلا يلا يا بار. انا قال يخرب بيوتكم فورتوا دمي. وانا كنت بقول لنفسي ايه؟ يا نهار اسود، هي حصلت؟ انا بقيت اكلم نفسي؟ انت اتجننت ولا ايه يا عتمان؟ بانك اتجننت. يا لهوي، انت اتجننت يا ولا؟ اللي جرى ده؟ اللي حصل ده؟ كنت بقول ايه لنفسي؟ البلد قصر العمر، وسواد القلب يجيب الهم لاصحابه واللي حواليه. انت عايزه ايه يا سلفتي في يومك الاخبر ده؟ سبحان الله، هعوز ايه منك انت يا فاطمه؟ تصدقي يا بت، انت بقيتي عامله زي حفيظه قبل ما ربنا يتوب عليها ويهديها. انت بتقولي ايه يا وليه انت؟ والولو عليكي ساعه من بدري يا بعيده، انت جنيتي فخك يا بت؟ طب لمي نفسك يا فهيمه، لم نفسك يا فهيمة، بدل ما اجي اربطك دلوقتي جنب البهايم دي لحد ما يبان لك صاحب. اقول لك على حاجه؟ على ايه؟ انا اطلع اجيبك من شعرك امربط بكرامه اهلك الارض، وبعد كده ابقى اربطك. تجيبي مين من شعرها يا حلوه؟ ده انا ستك يا بت. اياكي اياكي يا فاطمه تغلطي مره تانيه، لاحسن ورب الكعبه لانزل اسحيلك سحل كده ومرمغك في التراب انا واولادي. تصدقي يا وليه انت؟ تصدقي؟ انت اللي سماكي فهيمه ظلمك. ايه والله، انت كان المفروض يسموكي بهيمه عشان مخك التخين دي، عشان واحده غيرك سمعت الكلمتين اللي انا قلتهم دول كان المفروض تخاف. ايه والله تخاف، لكن اقول ايه؟ بهيمه بهيمه والله. في ايه يا بنت يا فاطمه؟
أنا بهيمة اللي مضايقاك. البهيمة دي هي في غيرها يا أخويا مرات أخوك؟ قال إيه؟ عايزة تبعت عيالها يمرمطوني في التراب ويسقطوني، عايزة تموت يا أخويا الواد اللي هيجي يخلد اسمك في الدنيا ويطلع نقبهم على شوني. اسمعي بقى يا زفتة النيل أنت، أنت لو ما ارتجعتيش أنا أطخك عيارة أجيب أجل. زي ما طخيت أخوك يا عتمان، هتطخني أنت؟ ولا هتجيب لي واحد زي السيد كده؟ ايه الكلام الماسخ ده؟ انت بتلقحي بالكلام على عمدي يا بنت البهايم؟ ما تتلم يا بنت انت بدل ما اجلم. اي يا بطني والنبي تعبت من كتر الزق تاني اللي انا زعقتهم دول. شوفي الحربايه. لا ما بدهاش بقى. يا بنت البهايم الحق يا علوان. في يا بنت عثمان جاي على هنا وناوي على الشعر. عثمان تعال. ايه عايز ايه يا عمدي؟ ايه ده؟ هي حصلت ترفع سلاح في وش اخوك ابن امك وابوك؟ اخويا ده ايه بقى؟ انا ماليش اخواتي يا عثمان. ايوه هي فهيمه اللي ايمه اللي جنبك دي هي اللي ملت دماغك وعايزاك تموت اخوك. طب امشي يا عثمان، امشي من وش السعاده الله يسيئك. امشي بره يا حي، خدي جوزك ده وامشي بره يلا. جوزك؟ هي بقت كده؟ بقت جوزك؟ لا في اخويا الكبير ولا شقيقي ولا ابن امه وابويا. ايوه قدرت تعلي صوتك عليا ورفع سلاح في وشي وبتطردني من دارك كمان. زي ما انت اجرت الناقص ابن الناقص عشان يطخني. كد؟ صدقني انه كد؟ وده كلام برضه يدخل العقل. انت تصدق الكلام ده ازاي؟ معقوله برضه؟ ده انت اخويا يعني زي دراعي. حد برضه يأجر حد عشان يطخ دراعه؟ ده كلام يدخل العقل. ده انت اخويا الصغير يا دي اهبل انت. ايوه هي فهيمه هي اللي مليتك بسوادها، بس انا برضه هكون احسن منكو. مش انا يا عثمان اللي مليت دماغه، دي السنيوره اللي انت صاحبها وجاي علشان تتخانق معايا عشانها. هي اللي جت هنا وقالت انك دفعت فلوس للسعيد عشان يقتل اخوك. ولا ايه يا فاطمه يا مرات العمده؟ باني يا مرة يا ناقصة انت يا اللي تنشكي في لسانك اقول كده؟ وعلى مين؟ على العمدة؟ العمدة ولي نعمتي اللي ستتني على خلق البلد كلهم؟ اخس عليكي اخس مرة ناقصة بصحيح. اني اقول كده على جوزي ابو العمدة الصغير؟ ده من هرية كبدك يا مرة، من هرية كبدك كده عشان الارض البور راحت والارض العفية اللي هتطرح وتجيب العمدة الصغير هي اللي عششت على عشها وخلاص عمرت وقعدت على قلبك. ايوه يا عثمان، مرتك فاطمة دي هي اللي جات لفهيمة وقالت لها الكلام ده، بتلعت حية وبتنفخ سم. ايوه طب بالله يا اخويا طب بالله، ما هي هتغني وانت هتطبل ليه؟ وكل ده ليه؟ كل ده عشان حلمك اللي كنت بتحلم تكوش عليه خلاص خدوا العصفور وطار، والعمدة الصغير هو اللي هيورث العمودية وهيتمرمخ في فلوس ابوه العمدة الكبير ربنا يخليه ليه ويتمرمخ في خيره كمان وكمان. بره يا مرة ناقصة انت وجوزك ده بره. وبتشتم وكمان رفع سلاح بتضرب علينا نار. ماشي يا علوان انا همشي، بس خليك فاكر بقى اللي انت عملته ده، عشان انا بقى لما ارد لك الطاقه 2 و3 و10 محدش بقى يلومني ولا يقول صله رحم واخوه واخوات والكلام العاطفي ده. ودلوقتي هقول لك كلمتين اتنين، احنا ماشيين. جرى ايه يا اخويا؟ هو انت زعلان عليه ولا علينا؟ انا غلطان، لو هو ضربني بالنار انا ما اضربوش، عشان خاطر الاخوه عشان خاطر ابويا الله يرحمه. ايوه ما خلاص الاحترام راح زمانه وقله الادب خدت مكان اخوك الناقص ده، بدل ما يقول لك اقعد يا اخويا يا كبرني يا عمدتني نتفاهم سوي راح رافع بندقيته في وشك قال ايه بيدخله كمان عيارين عشان نتهت ونخاف. ولا مراته
مراته بنت 60 كلب ديه اللي واقفه جنبه وعماله تسخن فيه. ايوه طبعا ما هي بتهري، بتهري عشان خلاص العمده الصغير جاي لهم اهو، واني بقيت على وشك الولاده. بس اطمنوا يا غاجر، محدش هياخد ملم من فلوس العمده، كلها هتروح لابنه اللي في بطني ده. محدش فيكم هياخد ملم يا ولاد الكلب. بس بقى خلاص اكتمي، فيه ايه؟ انت صحيح يا بيت رحت قلت له من داني اتفقت مع السيد تخ علوان؟ سمعني. خلاص هي كدبه وانت الصادقه، خلاص اكتمي. ده ايه اصله ده؟ اما عجايب صحيح. خلاص بقى يا بنت، بقول لك دماغها هتفرقع يا بنت الجزمه، اسكتي. نهار اسود ومنيل، انت بتشتمني بامي يا عمده؟ لا بابوك. ماشي يا عمده، ماشي خلاص، ماني بقيت من ايدك دي لايدك دي وماليش غيرك. ايوه صحيح، ماني شكلي كده طلعت فعلا بطني تشيل وتحط، وبعد كده هترميني في الشوارع. ايوه كده بان على حقيقتك بقى. بس بقى اكتمي، انا عايز اشوف الدنيا حواليا بيجرى فيها ايه، انا عايز افكر اشوف اعمل ايه، انيل ايه، اهبب ايه، عايز كده اهدى واروق عشان اعرف افكر اخطط اتكتك. ايوه يا اخويا تكتك 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 عليا تكتك. يا رب ينتقم منك ويريحني منك. افهمي يا بنت، انا كان ممكن امسك الجوز دول امسح بيهم ارض البلد كلها، بس ما عادش الامور ما بقتش زي الاول. الاول المأمور كان في ايدي، اقول له احبس ده يحبسه، اضرب ده يضربه، بصم ده يبصمه. دلوقتي ما عادش، ده يمكن كمان لو اسمي جه قدامه في ايتها قضيه ممكن يجيبني انا متهم ويقعد يحقق معايا كمان. سيبيني بقى اشوف الدنيا حواليا بيجرى فيها ايه، اعرف انا فين من ايه، افهم رسم الرجلي، اعرف اعمل ايه. يا اخويا ماني مراتك، يعني اني سترك وغطاك. تعال نفكر. خلاص ارغي انتي وانا همشي. ارغي. ساتر، قطعت النسوان وسيرتها والرجاله اللي انياه. ايه دي؟ تجيش شطه للنسوان كده كلهم نخلص منهم ونرتاح؟ لا نرتاح ايه، ده كده هنتعب. ايه والله، لا ده انا تعبت اهو، تعبت قوي. انت بتعملي ايه؟ بسم الله يا بيت. يا لهوي يا بيت، يا لهوي يا عمده. راحه فين؟ لا تعالي معايا. هو انا هسيبك يا بيت؟ انت يا بيت العمده كده اهو، اهو ست فاطمه هتشوفني يا سيد العمده. انا ماليش دعوه، انت كده جايه جنب السلاح وكده ممكن السلاح يطوى. يا بيت يا بيت، انا عايز ادوق المانجا اشوف هي عويس ولا هي زبديه يا سيد العمده، ولا مانجا ايه بالظبط يا سيد العمده. بقى يا بنت عمده، ايه ده انت العمده، ده انت عمده العمر. ست فاطمه هتشوفنا. انا مش عارف، ما تجيبيليش سيرتها، كلميني عن ناني. يا بنت انا بحبك حب ما حبوش الاحباب للحبيب، يعني حبك بيه حب جامد قوي. يا بنت انا واخده بالك انت ازاي؟ يعني انا لما بشوفك كده واخده بالك انت. اهدي اهدي يا لهوي يا لهوي. يا بنت اسكتي بقى، بلا فاطمه بلا بط. بصي غمضي وشك، غمضي وشك واسكتي خالص. يا بنت اسكتي بقى، بلا فاطمه بلا بطه بقى، مش كل حاجه فاطمه. فاطمه انت اللي طلع عليكي فاطمه. بصي لاني عبريني اني، يعني استعنيني اني، اني واقف قدام منك اهو. سيبك بقى من ايوتا حد تاني، اني وانت لوحديني وبقيت ايه. شفتي يعني اللي اتكسر يصلي؟ يا ستي هي بتاعتي، ما تولع. قولي لها العمده اللي كسرها، انت مالكيش صالح بحاجه. انا اكسر اللي انا عايزه وادشدش اللي انا عايزه واعمل اللي انا عايزه وقت ما انا عايز. واخده بالك انت ازاي؟ اصل انا يعني انا من ساعه ما انت جيت البيت هنا اهو، وانا زي ما تقولي يعني ايه يعني ايه. اشرب يا اخويا، مشمشوك مشمشوك ومرمرك ومنيلوك بستين نيله. غوري يا بت غوري، امشي. استنى انت، رايح فين؟ البت كسرت اللمبة. والنبي ده انا اللي هخسر رقبتها ورقبه اللي اتشدد لها اللمبة. بقى هي كده بعد كل اللي عملته عشانك تعمل فيا دي كده؟ انا عملت ايه؟ ايه وانا مش عارفك لما اهو. انت عارفه اهو. حسبي الله، حسبي الله ونعم الوكيل فيك بعد ما بيع جوزي وابو عيالي وعيالي كمان تعمل فيا دي كده. يا بنت انت فاهمه غلط خالص. امال ايه الصح يا اخويا؟ ايه الصح؟ انت مخك راح لبعيد. راح لحد فين؟ فهمني وقول لي. ما بالراحة. طيب عشان افهمك بالراحة واحدة واحدة. انا قاعد على المكتب بشوف شغلي، ومن البيت واقفة ومتكسرة اللمبة. اسيبها ايه؟ مال سايب ده؟ مال حرام يعني؟ يا قلبي يا
بك يا ماما. يا بنتي يا بنتي يا هبل انت، وانا يعني هبص لواحده زي دي؟ معقوله اني هبص لها؟ لا ولا ده تتعمي عينيا ان انا ابص لها. ده انت الحلاوه كلها والجمال كله. اي والله، هو في احلى من كده؟ يعني كمنها حلوه يعني؟ لا هي ما تملاش عين، انت بس اللي تملى عين. هو كلامك الحلو ده اللي بيخليني اسامحك. طب بقول لك ايه بقى؟ اتخيب اتخيب، انت فاكرني زيت ولا ايه؟ هي نيتها مش صافيه، البنت نيتها مش صافيه. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ يعني لديه ولديه الزعيم ملوش لازمه يا حسان، ما انت عارف كل حاجه. اسمع كلامي، انا مش هسكت ولازم اعرف الضلال ده راميني هنا ليه. ايه هو اللي فتحتك ولا ايه؟ انا هتقعد تجعر وتزعق تاني؟ انا ورايا بيت وعيال صغيرين. انت يا عمده راميني هنا ليه؟ عايز اخرج له. خلاص خلاص، اديك زعقت شويه، سيبني بقى الف سجاره. الهي يعمر بيتك انت يا غفير يا زفت انت. نعمين يا حضرة العمر، انت وقفت السير معاه؟ الكلب ده لو صوته طلع تاني تحط له بلغة في بقه تخرسه بيه. حاضر. انت لمين هنا ليه؟ والله بقالك صوت يا حسان، وبقيت بتزعق وبتتكلم. بس الحق مش عليه، الحق علي يعني وعلى طيبة قلبي. انا لو كنت خليتهم حبسوك بتهم ضياع سلاحك الميري كنت عرفت ان الله حق. انا عارف ربنا كويس وعارف انه حق. الدور والباقي اللي ما يعرفش ربنا من الاصل. تقصد مين يا هلا؟ انا قصدي اقصدك انت. ايوه انا خلاص ما عادش يهمني وما عدتش اخاف منك يا عتمان. عتمان كده اهو من غير لا عمده ولا حاجه ابدا. عمده؟ هو فين العمده دي؟ يعني ماليش عمده والبلد كلها ما فيهاش عمده، ودلوقتي بالاخص هي عمرها اصلا ما كان فيها عمده. دلوقتي بالاخص البلد ما فيهاش عمده يا عتمان. والله بروح عليك يا ولد، الولد جالنا الرسمي. البلد ما فيهاش عمده يا ابن العبيط. ايه امال انا بقى؟ ايه خيال مات؟ ايوه العمده ده اللي يخاف على اهله ويساعدهم على المعايش، يرعاهم ويعليهم مش يسرقهم ويمص في دمهم. ايوه ايوه ايوه، علمني يا ولد، فهمني يا ولد، نورني، منك مستفيد يا اخويا. انت شايف بقى ان البلد ما فيهاش عمده مش كده؟ ايه انا بقى هوريك البلد فيها عمده ولا ما فيهاش عمده. انت يا غفير يا زفت انت. نعم. ايه سامع الهبل اللي بيقوله ابن العبيطه ده؟ تروح دلوقتي بقى تلم لي الغفر كله وتسحب لي الحمار ده على بره وتجيب لي معاه قربان عشان اوري البلد كلها اذا كان فيه عمده في البلد دي ولا ما فيش. انا ارميه في الارضيه هنا. البلد ما فيهاش عمده ملهاش كبير. انا اوريك الكبير مين؟ اوريك البلد فيها كبير ولا ما فيهاش؟ البلد ما فيهاش كبير. انا اوريك البلد ليه؟ انا بضربه عشان هو قال كلام انفلاتي وتصرف تصرف غير مسؤول. انا البلد ملهاش كبير. انا اوري البلد كلها فيها كبير ولا ملهاش كبير، فيها عمده ولا مفيهاش. اللي ملوش كبير يتضرب على بطني على الجدول، واللي ملوش ده ينفخ في الزبادي. انا الكبير بتاع البلد دي. حد في البلد دي شايف ان ملهاش كبير؟ حد له وجهه نظر؟ ايه حد قول حد؟ انت يا عالي تو يا جيزم يا بهاي، ليه كبير ولا ملهاش يا عالي؟ ليه عايزينك لله؟ قال ليه سقفوله سقفوله سقف يا عالي سقف يا عالي سقف يا عالي سقف يا عالي على الطبلة يا عالي. منتهى، مش هتصدقوا اللي حصل. ايه بس يا ستي منتهي، انا اعصابي خلاص ما بقتش فيي. البيل مأمور. ماله البيل مأمور؟ عمل ايه؟ قدم بلاغ ضد العمده بتاعكو، بيتهموا انه لم الشباب بحجه انهم مطلوبين للجهاديه
وانه بياخد منهم فلوس عشان يزوغ لهم ولادهم من دخول الجيش. وطبعا العمدة عمل المصيبة دي من دماغه هو، لان ما كانش في امر عالي بكده. يعني هو كده بقى متهم باستغلال منصبه في النصب على الفلاحين، وانه غير امين على البلد ولا على منصب العمودية. ده سي خالد به المأمور ده طلع ابن حنت بحقه حقيقة هو. شفته بقى. بس ليه؟ ايه اللي يخلي به المأمور يعمل حاجة زي كده؟ انا عارفه المأمور عمل كده ليه. يلا بينا قواه. ايه يا بنتي؟ عارف ايه؟ هننزل الباب. انا واثقه ان المأمور مستنينا دلوقتي يا ابو العيلة. يلا يلا بينا. هجهز واجي معاكم. مستنيين. هو يعني يا جناب العمدة، يعني بعد اذنك، يعني هو حسان كان عمل ايه عشان ينهان كده وسط الخلق هو والست بتاعت؟ انت مالك انت؟ انت تغرس خالص. مالي ازاي يا عمدة؟ ده انا واكل معاه حشو. مال اسكت. انت امشي امشي. فوق جاك البلاوي. ليه الافتراء ده يا اتمان؟ الافتراء وحش. هما ما يجوش غير بكده. بلك انت اني لو تطيت هيركبه. وهو لازم ان يكون في وقفه بقى يا عم الشيخ محمود، ولا ده كمان محتاج دليل وشهود؟ ده فضل يضرب في حسان ومراته من غير رحمه وعلى عين الناس كلها، ولا كان همه حد؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. احنا نروح له ونطربقها على دماغه. استنى انت بس، البلد دي بقت وقع ما بين عثمان وجبروته وبين ابو العلا والحربيه مراته دي. هما الاثنين بيبيعوا ويشتروا في اعراض اهل البلد، وكمان انطاروا على اراضيها وخيرها. وبعدها النبي يا عم الشيخ محمود، انت راجل عارف ربنا ولا يمكن ترضى باللي بيحصل ده ابدا. شو رأينا نعمل ايه؟ ما احنا لازم نعمل حاجه. لما نلبس تروح بقى على راي اللي قال، ولا نسيب البلد ونطفش؟ يا حكمتك، يا حكمتك وجمالك يا رب. شوفوا شوفوا رب العزه قال ايه، ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يعني ربنا يمد للظالم ويسيب ويظلم عشان نهايته تبقى قاسية كد ما ظلم. بس إذا كان رب القوة والجبروت بيمد ويمهد، احنا كمان لازم نسمع ونتروى. ما نروحش كده من باب ونص ونشابط ونهيج الدنيا على العمدة ونعملوا لنا حاجة طايشة مثلا. احنا لسه هنسمع منه وهنتحدث وياه. نسمع ايه ونتروى يا عم الشيخ؟ بقول لك والناس دي تقول لك ده كان مدور الضرب والسحل في حسان ومراته في الوصعيه كده بره الحجز وبره الديوان. ده كان عامد متعمد يفرجنا على خيبتنا القويه. ده ما خلاش حد في البلد الا لما زلوا قهر وكان حقه. والله لو ما شفتوش حل معاه لا نولع فيه وفضار ونولع في البلد كلتها كمان. ادام ما فيهاش فايده بقى. يا جماعه الكلام يبقى بالراحه كده حبه، ما تخلوش الحماسه تاخدكم قبل ما تحسبوها. سبوكي سبوكي يا لملوم باشا. شوفوا العمدة عثمان ليها على الناس النصيحة، فإن لم يتعظ وجب على كل فرد في البلد دي إنه يجاهد ويوقف وشه ويقول له لا. خير الشهداء حمزة، ورجل قام عند حاكم ظالم فنهاه فقتله. صدق رسول الله صلوات الله عليه. عليه الصلاة والسلام. يسلم فمك يا شيخ محمود. عايزين نبطل خبا يا رجالة. صح الكلام ده، بس اللي يستجروا ويعملوا كده قليلين قوي. يا راجل لا ما تقولش كده. الحق دايما ناسه كتار كتار، لو يهشوا الليل راح تفرج بالنهار. احنا كلنا هنقف في وش الظلم والظالم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا بشيخ محمود؟ الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. يا شيخ عيسى احب على ايدك يا سيد فاطمي، والنبي يخليه يسيبه. هو ايه بس اللي حصل يا بنت؟ ما تفهميني. العمدة خد حسان جوزي على الحجز. يا لهوي. وضربه بالكرباج لما هرج التيتو، وضربني كمان. ليه كده بس؟ عمل ايه اللي ينصف على عمره ده؟ والنبي يا اختي ما عمل له حاجه. ده خرج يجيب لنا فطار اني وهو والعيال، ولما غاب سالت عليه الغفير كامل
قال لي العمده خدوه على الحجز. عشان ايه بقى؟ مش عشان حاجه. والنبي يا ست فاطمه ابوس على ايدك والنبي. يا بت بس يا بت انا هشوف صرفه خلاص. هدي نفسك كده. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. روحي يا حنان على بيتك يا بت. اهلا وسهلا. ندمنا العمده يا فاطمه. عايزينه في كلمتين. ايه ايه اللمه دي؟ عايزين ايه؟ الناس عايزه تعرف وتفهم اللي حصل مع حسان ومراته ده كان ليه يا عمده. ناس مين يا اخوي؟ وبعدين دي مساله امنيه بحت، يعني محدش له دخل بيه. يا راجل لا، امنيه بحت تيه. حسان بقي خطر على الامن. اه والله حسان الغلبان خطر على الامن. يا حلاوه يا اولاد. انت قاعد تخرس انت خالص. وبعدين يا محمود انت جاي تعلمني شغلي؟ العفو يا ابوي، ما قلناش كده يا عتماء. يا حضره العمده، تهمه حسان ايه بالظبط؟ تاني؟ وبعدين انت بتسال ليه؟ انت نفسك يعني دخلك ايه بموضوع زي دي؟ وليه من الرجاله دول ودخل عليا هنا وبتسالني السؤالات دي ليه؟ انت يعني كمان غاوي مشاكل ولا ايه؟ بلاش من كلام الشيخ عيسى، اسمع مننا يا عتمان. وانا لسه هسمع منك يا ابوي. لازم تسمع، لازم تسمع وتفهم. البلد فاض بيها خلاص يا عتمان، والناس طهقت من حياتها. باقي قشايه، قشايه صغنطره والدمدم فوق دماغها. ما الدمدم فوق دماغك ودماغ اللي جابوك، وتسود عليكم كلكم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. قولي حاجه يا فاطمه، قولي حاجه لجوزك ده. اني؟ ايوه انت. ولا انت حسان اللي كان يا محاجه على عيالك ورعاهم، ما بقيش يهمك خلاص يا فاطمه. اني؟ واني ايش فهمناني في شغل العموديه؟ عتمان هنا هو العمد، يعني هو الانو، ولا انتوا يعني عايزينها من غير لا ظبط ولا ربط؟ وبعدين اللي يعملوا العمده ما واجبش حد يراجعه فيه. والله عالي يا فاطمه، اه الكلام ده. يا سمعتها اهي قالت لك ارتاح. بقول لك ايه يا اخوي، تعالى اما اعمل لك كوبايه ليمون تروق دمك، واللي مش عاجبه كلامك يا اخوي يبقى يروح يشرب من البحر. نشرب من البحر؟ نشربه يا ابوي من البحر ونستحمله ميه المالحه. لكن لما حنقدروش نستحملوه ولا البلد راح تستحمله، عمايلك يا عتمان ولازم تلزم حدك عاد. الزم انت حدك واتكلم على قدك. انت بتكلم العمده يا عالم؟ ملوش لازمه الكلام معاه، مفيش فايده خلاص. يعني وبعدين يعني؟ انت تخرس خالص، ما اسمعش حسك. وبعدين انت ايه اللي جابك هنا؟ امشي اطلع بره، يلا خد الحماس دول وروح على بره، يلا وعيبانات اللي قاعدين على، يلا بره. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يلا غور، قد غورك ده اخوكم كلكم. ازيك يا ابو العلا يا باشا؟ ازيك خالد بيه؟ اتفضل. شكرا شكرا، شرفت ونورت يا بيه. الله يخليك. عرفك بمنتهى هاني من الناس الكمل. اهلا وسهلا. ايه يا خالد بيه، معرفتنيش؟ انا منتهى هانم. احنا نعرف بعض كويس قوي، بس تلاقيك مش واخد بالك. بصراحة انا فعلا مش واخد بالي. ايه ايه ازاي بس يا خالد بيه؟ دي من اكابر مصر. ايوه ايوه ايوه، يا دي الدنيا دي صغيرة جدا. بس انت وقتها ما كنتيش منتهى هانم يا منتهى. ولا انت كنت مأمور ولا به يا خالد بيه. الله، ده انت معارفك هي معارفه ولا لا بيه؟ الله، تصدق يا باشا اللي عملته في العمده ده جاب دغه بصحيح. انا النهارده بس اقدر اقول ان احنا بقينا ايد واحده. انا كلمتي واحده يا راويه، اقصد يا راويه هانم، لما اقول انا معاكي اقصد انت وابو العيله بيه وانتهى هانم بقى. واحنا هنا يا خالد بيه كلنا هنا واحد. قولي بقى يا باشا ايه اللي بعد كده؟ برا ايه يا راوي؟ هلا بقى سيادة البيه المأمورة ودماغ متكلفة، افكرش ايه اللي هيحصل بعد كده. انا كنت عايز اخدم والله مش اكتر من كده بس. ونعمل خدمة على راسنا من فوق يا خالد بيه، بس برضك لازم نعرف ايه اللي هيحصل بعد كده. خلاص يا ولالة، العمدة بقت ايام معدودة وغلطاته كترت، والناس في البلد بقت بتغلي منه، ولو اللي فوق ما شالوهوش البلد كلها هتولع. يعني البلد هتفضل من غير عمده؟ لا طبعا ما ينفعش، لازم يعينوا عمده جديد. طب مين بقى اللي هيكون العمده ان شاء الله؟
يعني ابو العيله به كده ما ينفعش. هو في احسن من الافضل من ابو العيله به؟ والله حضرتك حرقت كل اللي كنت عايز اقوله. بالاذن يا عتمان. ايه ده لابسه كده ورايحه على فين؟ هكون رايحه فين يعني؟ هروح بس كده يعني شقر على البنت زينب حكم يعني هي. انا سامع ان البنت كويسه والحمد لله فيهاش حاجه يعني. رايحه فين بقى؟ بقولك ايه يا عتمان صحيح، هو الواد حسان كان عمل ايه؟ وانت مالك انت بحسان وباللي عمل؟ الحق علي. ايه والله الحق علي، الحق علي ان انا خدت صفك انت، مع اني كان المفروض اخد صف الواد حسان. ايوه كان لازم اخد صفه عشان انا عيالي عنده، لكن انا خفت عليك وعلى مصالحك عشان كده انا بسالك دلوقتي، حصل ولا ما حصلش؟ حضر عمد. ايه ده حصل امتى الواد الكلام ده؟ في التو والحال من يجي ساعه كده المساله بقى انها دخلت في الغويط. خير يا اخوي؟ هو الغفير ده قال لك ايه؟ قلب صحنتك كده الزفتة اللي اسمها راوية والدلدول اللي معاها راحوا للمأمور. ايه اسمه عادي يا وائل؟ نعمين جنابك. انا عايزك تفتح مخك معايا كويس. انا عايز قعدات الشاي اللي انت بتقعدها انت والغفر دول بدل ما تقعدوا كده في الفاضي تبقى القعدات دي في المليان المفيد. فاهم؟ مش فاهم يعني الصراحة قوي كده. طب فتح لي دماغك شوية بدل ما تقعدوا كده ترغوا مع بعض وتتكلموا في الفاني. لا انا عايزكم تقعدوا في وسط الناس، تقعدوا مع ده وديكها ودول ودول هم ودول، يعني تقعدوا مع اي حد وتسمعوا الناس بتقول ايه، بتتودود في ايه، بتهمس في ايه، بيفكروا في ايه. وخصوصا الزفت اللي اسمه عيسى ده اللي انا جبته لنفسي، والتاني الاولاني اللي اسمه محمود ده، والواد بتاع الطاحونه ده اللي لسانه سابق بقه ده اسمه ايه غباشي. انا عايزك تجيب لي الاخبار كلها. فاهم ولا مش فاهم؟ حاجات فهمت، حاجات كتير. فهمت ايه؟ احنا هنتخفى، اني البس لبس كامل يفتكروني وائل، ونقعد في وسط الناس ونجرجرهم في الكلام ونشرب معهم الشاي ونخليهم يقولولنا على كل الاسرار ونجيب لك كل اخبار البلد. ياك يجيني خبركم نفر نفر وياك تختفوا مش تتخف. غور ياد من هنا غور امشي. حاضر جنابك. لا 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 يا عتمان، لا يا اخوي، يعني كده الفريق ده يلعب في عبي. امال انا اعمل ايه بس؟ انت لازم تلم الناس حواليك وتزعق فيهم بالقوي وتقول لهم ان ميعاد المديونيه قرب، واللي مش هيدفع ويسدد اللي عليه الحكومه اولى بيه. ساعتها بقى هيتهتوا هتي ما بعديها قومي. يا دي الناس تجي الشرطه تاخد اهل البلد كلهم وتريحني منهم. ايوه يا عتمان، ايوه يا اخويا، لازم تعمل كده. لازم الناس تعرف ان انت لسه نبك ازرق وان انت لسه كبير وقدر تضرهم وتذلهم، بس طيبه قلبك هي اللي منعاك عنهم. ايوه طبعا امال، ما انا عارف. احنا بقى ما نعرفش الناس دي ناويه على ايه، عشان كده لازم ناخد حذرنا، لا يعملوا عامله كده ولا كده من وراني. بقولك ايه يا عتمان، انا عايزاك تدخل يا اخويا كده تقيل لك ساعه، ايوه ساعه بس، وتصحى كده بقى فايق لي اكون انا رحت شقرت على العيال ونقعد نمخمخ انا وانت ونشوف هنعمل ايه. انت برضه هتخرجي؟ ايوه يا اخويا، ما انا لازم اروح اشقر على العيال قلت لك. طب بسرعة بقى ما تعويش. حاضر يا اخويا، انت تؤمر. بالاذن. الهي تنشل بايديك ورجليك يا بعيد، هو ايه ما بيفتكرش ربنا دي خالص؟ بس ما اظنش هيعمل فيكي كده، انت وحسان من غير سبب. كان حسان قال لي يا خالي ومقام السياح ما عمل له حاجة. يمكن حصل حاجة وما قالكيش. ابدا كنت هعرف، كان حسان قال لي. طب اقول لك انا ظنيت بايه لما عرفت بموضوعك؟ قولي يا خالد. ظنيت ان عثمان يعني، وده اغلب الناس بيقولوه، ان عثمان رايدك زي ما عمل مع فاطمه، والعوذ بالله. كنت جايه في كلمتين كده وماشيه على طول.
فاطمة ازيك يا حبيبتي؟ خطوة عزيزة. تفضلي يا حبيبتي اقعدي. اقعدي واقفة ليه؟ خير يا فاطمة؟ عثمان بيلم أهل البلد علشان خطر المديونية اللي عليهم. وبعدين؟ والناس دول زي الغنم، مطرح ما هترمي لهم حزمة البرسيم هيجروا عليها جري. ودي فرصتك يا أبو العلا. قصدك إن البلد دلوقتي في حزب بيس وهيروح يدفعوه اللي خدوه مني حق شراء الأرض؟ يعني لو أنت وقفت جنبهم في الحزب دي هتبقى أنت الكبير اللي ساعد الغلابة ومد إيده ليهم، وهتبقى فوق الرقاب يا أبو العلا. أنت بتفكر في إيه؟ أنا لازم أمشي عشان أنا قلت لعثمان إن أنا عند العيال. ما بدري يا فاطمة، متخليكي قاعدة، ده أنتي منسان. يا ناس مقدارك. فاتكم بعافية. الله يعافيك يا فاطمة. ما تنساش تقول على عيال. ها؟ مش هنسي. ربنا يخليك ليهم يا أخوي. فاتكم بعافية. ماني زي زيك يا حسان، احنا الاتنين مضروبين ومنضمين زي بعض. هو لو انت بس اللي مضروبين ومنضمين يا كامل، ما البلد كله يبقى اهله وناس. عثمان خلاص طاح في الكل وفترق، ما خلاش فيه لا كبير ولا صغير، ما خلاش الا الكندل دول محاسيبه اللي وليه ليهم وياه مصالح. ستعرفي على كامل، قالي فرحان قوي. ايه والله قالي فرحان بالجامد. وايه اللي مفرحك؟ فرحان انني عرفت اقوله الكلمتين اللي كان نفسي اقولهم له طول عمري. عرفت اقوله يا ضلالي يا اللي ما تخافش ربوني، اني زي ما يكون كنت مسجون وخرجت من سجني، اني بقيت حر نفسي يا ولي. اني روحي ردت فيه، ده اني بقالي سنين وسنين شايل الحمل ده في ضهري واخيرا ارتحت منه. بس مش حاسس في نفسي غير حاجة واحدة. ايه اللي حاسس في نفسك يا حسان؟ حنان، البنت حنان انضربت بالجامد قوي، دي غلبالي. منك لله يا عثمان، منك لله. شوف بقى مبروك، انا بعد ما قعدت مع الواد ابو العيلة واتكلمنا مع بعض، يعني خدت الكلام اللي قلناه سوا ده وقعدت اخد ودي مع نفسي فيه، وبعدين قعدت اخد ودي مع فاطمه. ام فاطمه بقى قالت لي ايه؟ يا دي فاطمه اللي طالعه لنا في كل موضوع ده يا عم. طب ايه اقولك بقى؟ انني حاسس ان نهايتنا هتبقى على ايدين فاطمه وبسبب. شوف قول اللي تقوله، انا بنقل لك احساسي وخلاص. ايه ده؟ طب بس 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 خلينا، طب بس في المهم دلوقتي ميعاد المديونيه اللي لنا عند الفلاحين جه، وماني بقى ناوي اشد على الفلاحين جامد قوي، يعني اعمل ايه بقى؟ استنى يا عوند، قبل ما تقول لي تعمل ايه وتسترسل في الكلام، الاول انت مأمن المأمور في الموضوع ده؟ المأمور؟ فكرك يعني انه لا 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 يمكن ابدا طبعا، ده هو نفسه له يد في الموضوع ده، ده هيروح في 60 ده. لا يا عوند، مفيش عليه ولا دليل، وما تأخذنيش يعني انت كنت ولا زلت، انت اللي في الصورة قدام الناس. ألا يعني لو المأمور حب يشيلها لك انت هتشيلها لوحدك؟ يا سبحان الله. ايه دي؟ لا 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 يا اخي لا يا عم، ملاعيش وما تشوحليش كده. ايه 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 الكلام كده؟ وشوف موضوع جهادية دي موضوع مش سهل ولا هين. الجهادية في السياسة جريمة، وجريمة كبيرة اوي كمان. ايه يا مبروك؟ فيه ايه؟ ده انا جايبك تقف جنبي وتساندني وتساعدني وتشور علي، تقول لي اعمل ايه ما اعملش ايه، تقوم تقلقني وتوغوشني وتقلب الدنيا فوق دماغي. انا برضو عثمان
الظاهر ان انت ما بقتش تحب تسمع غير الكلام اللي يريحك وبس، انما الحقيقه بقت بتتعبك. فتك بعافيه يا عمدي. ايوه فاكره معناك الايه، هو مش انت قريتها وانا فهمت؟ طب سمعيني كده يا حفيظه. معنات الايه الكريمه ان ربنا هو الوهاب، وان هو اللي بيرزق ان البطن تشيل، وهو اللي بيأمر ان يجيب الروح الحيه للدنيا عشان تمد ذكر ابوه وامه في الدنيا. تمام يا حفيظه تمام. تعرف ان انا عشت عمري كله نفسي خلف لي عيل، لما كنت خلاص هتجنن، بس دلوقتي انا خلاص ما بقيتش عايزه اخلف من عتمان. سبحان الله، هو كمان يا بنت يا عبيطه، يا بنت يا عبيطه، انت حبله، حبله باللي احلى واغلى من العيال، انت حبله بالرضا، ابن بالزهد وبالدنيا واللي عليه، مش حاجة كبيرة يا حفيظة. يا رب يسمع منك، يسمع منك ومني. يا رب ازهد الدنيا، يا رب حببني فيك، يا رب حببني فيك يا رب. يا بنت الدوار فاضي علينا، يعني معقوله نقعد كده مقدمين والدوار فاضي ما فيهوش الا انا وانت؟ حتى عيب، ما يصحش والله، ما يصح. عارفه يا بنت عمدة ايه وليلة ايه؟ عشان ادوق المورتي. اهدي الحاني يا حاج، انت فين يا راجل؟ روحي انت شوفي فيها ايه. روحي على ماك. اهدي. بعد الشر عليك يا ستي، مالك؟ ملي على جنابك، غوري انت بالذات مالكيش دعوه. فيها ايه يا فاطمه؟ ايه اللي حصل؟ الحاني قاتله بنت الكلب اللي واقفه وراك دي، قال ما شافتني قدام الدوار راحت نازله على بطني بالشومه، عايزه تموتني وتسقط العمده الصغير يا اخويا. اه يا بنت السفلة، انت كده ناوية على موتك بقى، انت عايزة تموت العمدة ابن العمدة في بطن امه؟ دي هي اللي موتتني وذبحتني بعد ما خربت بيتي. انا يا بنت الرفض يا كدابة، الا صحيها منها ويخينه. طب اسأل يا عمدة، اسأل الغفير وعين، ولا اسأل عم فوزي، هم اللي حيقولوا لك. اه يا لفافة يا كدابة اتفعلت. خلاصي يا بنت الكلب، بقى هي اللي كدابة؟ يعني هي ضربت بطنها بالشومة؟ معقول ايه؟ انت عارفه انت عملت ايه؟ انت كده هتخلينا اقطع خبرك واطلع روحك. ايوه، ما انتوا اللي بايديكوا تموتوا وتدبحوا في المخاليق بتوع ربنا. اطفوا يا عمده. اطفوا عليك انت وامثالك. انت يا ولد، ايوه، قول له يجيب كرباج من الديوان. هم هات كرباج من الديوان. وانت يا ولد، قول له كتفها وارميها هنا في الارضيه. كتفها وارميها في الارض هنا. فين العصايه؟ في العصا يا ولاد الكلب. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا حبيبتي. اهلا يا حبيبي. اهلا وسهلا، اتفضلوا. الراجل مش دي يقول اتفضلوا. اهلا وسهلا. اهلا خطوه عزيزه. خير ان شاء الله. خير يا حبيبتي، بقى خالد بيه عرف يلعبها صح، واستغل موضوع العمده بتاع طلب الجهاديه ده استغلال جامد قوي، ولعبها مع اللي فوق لعب جامد قوي. اتمنى انت يا جماعه
وجاهز على بكره يبقى معزول ومسجون كمان. معناته ايه الكلام دي؟ الظاهر الجماعه اللي فوق مرتبين شويه حاجات تحصل في البلد اليومين دول، وحاجات يعني تخصنا احنا برضو، عشان كده عادل بيه قال لي انزلي وقعدي معاهم هنا في البلد. غرفه عمليات يا عم. عمليات؟ معناته ايه؟ نقلب الدار مستشفي؟ القصد يا سيدي كده منتهى. انا لما اتصلت بيا ونزلت على مصر جبتها معايا لحد هنا. ليك ابو العيله لعمده كفر بشوكه. يا شيخ عيسى الحقنا يا شيخ عيسى الله لا يسير. في ايه حفير واقف فيه؟ العمده ماسك البنت حمديه نازل فيها ضرب هيطلع روحها ومحدش قادر يحوشها منه. استغفر الله العظيم والراجل ده اتجنن ولا ايه؟ طب روح انت يا عم وائل وانا جاي وراك. الحقنا بسرعه يا مولانا احسن بنت دي لو ماتت هيلبسهاني يا مولانا. عايزه تتصل عمده الصغير يا بنت الكلب. اهدى يا عمده استعيذ بالله من الشيطان يا راجل. اعوذ بالله من الشيطان. بقول لك ايه يا سيدنا انت ما وراكش غيرنا في الليله البيضه دي ولا ايه؟ يا جماعه حد يفك الست دي هتموت مننا. يفك ايه؟ انا اللي حد هيقعد ناحيتها منكم يا رهايم انتوا. جرايه يا عمده انت هتسيب هبتك تتبعتر في البلد ولا ايه؟ دي حساب يخاف ما يختشيش لازم تاخد على دماغي. دي لازم تقلع ملط وتتحط على حمار خلف خلاف وتلف بيها البلد كلها. ايه اللي انت بتقوليه بس ده يا ست فاطمه؟ وانت مالك انت؟ انت ايش عشاشك في اللي بيننا؟ تفتكر انت على شوف وراك ايه روح اعمله؟ يا عمده كل شيء وله دواء والست دي لو غلطانه تاخد عقابها لكن تاخد عقابها بالقانون اللي انت متولي عليه. قانون؟ قانون ايه يا ابو قانون انت؟ السرم دول ما ينفعش معاهم غير ضرب الكرباج. معلش اصل انت مش من البلد دي. روح بقى شوف وراك ايه واعمله. وانت يا غفير الغبره انت امر جنابك يا عم. اسحب البهيمه دي وهي متكتفه كده لحد الزريبه وارميها تحت البهايم لحد ما انا فوق ليه. انت بتطلع كده ليه يا علي؟ ما تعمل بقولك عليه. حاضر حاضر كلام. استنى يا راجل يا طيب. يا عمده لو سمحت هما كلمتين ممكن كلمتين من فضلك؟ كلمتين ايه اللي من فضل؟ لا هو فضل ده اللي رايح واللي جاي. لا يا سيدي من فضلك انت هونا ورنا عرض كتافك يلا. يا بطني سلامتك من القاه يا ست فاطني. وانت يا وليه انت اطمنتي عن نونو؟ لكون البنت دي فاعت له عين ولا حاجه؟ اطمن يا عمده الواد علي بس الضربه كانت شديده على بطنها ربنا يستر. يا بطني يا حبيبي يا ابني يا كيدهم وفارسهم يا اللي عايزين يموتوك قبل ما عيونهم يشوفوك يا حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عايز مني ايه يا ابو العيلة؟ ايه مش تطلب حاجه الاول تشرب شاي ولا قهوه؟ سيبك من الشاي الشاي كتير. عايز ايه يا ابو العيلة؟ انا عايز كل خير. الخير الكتير قوي لا وليك عم شيخ. شوف يا سبحان الله اخر مره اسالك السؤال ده عايز مني ايه يا ابو العيلة؟ رأيه يا مولاني بقول لك عايز الخير الكتير ليا وليك. لازمته ايه انك تخاف مني؟ انا خايف بس الاكتر من الخوف انني مش عايز اي ابو ليلى في حياتي دلوقتي. لا ده دي الكلام الغلط بقى. ده انت عايز ابو ليلى خالص زي ما ابو ليلى عايز الشيخ مبروك خالص. هات من الاخر يا ابو ليلى عايز ايه؟ دغري كده وبدون مقاطعي أنا محتاجك ويا اليومين اللي جايين دول. ايوه محتاجني ازاي يعني؟ سيبني اقول اللي عندي الاول وبعد كده قول اللي نفسك فيه. قول يا ابو ليلى وسمعني. عتمان مش دلوقتي بيوقع. والمطلوب امسك اللوكشة دي كده والله ما لحقت اعدهم. تقدر تقول كده يعني دي هبال ريق عربو محبه يا شيخ. واضح ان انت فهمتني غلط يا ابو العيلة. انا قصدي المطلوب مني مش اكتر من انك تنور لنا طريقنا يا شيخ.
ها نجيب شاي ان كان ولا ابو هات شاي يا ولي. دول عيال حمدية يا عم الشيخ، لأنهم في التراب نايمين فوق بعض من البرد، يرضي ربنا ده؟ يا سلام، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنت لازم تشوف لك حل في عثمان ده يا شيخ محمود. دول لو اتخذوا معمون في الحجز اللي رموه فيه، ده كان أهون من وهي غباشي، ياك صعبانين عليك العيال وأمهم، مش دول عيال حمدية؟ ها؟ حمدية اللي كنت تجيني زاعج ومتعصب، دي عملت وسوت وانا راح اقتلها، انا هولع فيها النار وما اعرفش ايه. ايوه يا شيخ محمود، بس دي حاجه ودي حاجه. وعثمان ما طلعش امهم على كده من عشيه؟ دي ممكن تكون ماتت وشبعت موت ودفنوها من غير ما ندرى. احنا هنغلوا كده كتير ولا ايه؟ شوف بقى يا شيخ محمود، اما تشوف حل ولا والنعمه الشريفه لان كل مولعين فيه وفضال. يعني هو عشان عايز له حته عيه يموت البلد كلها ونموت كلنا معاه؟ وبعدين حمديه عملت ايه يعني عشان يحق له يعمل فيها كده؟ يا ابوي كفايكم كلام يا وكل ناسكم، كفايه كلام 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 وكله على الفاضي. كل ما عثمان يعمل له عمله نصور ونفور ونقول رح نعمل وحنسوي، بيعمل كده ليه؟ ويفوت اليوم وتصبحوا ناسيين. عمايل عثمان دي ما مسؤولش عنها الحال، وهو لا، احنا كمان ربنا راح يحاسبنا عليها. اهي بلوتكم دي هي اللي طرحت عثمان، هي اللي وسعت خشمه وخلته طايح في الخلق وداير يبلع. يعني ايه بقى يا شيخ محمود؟ شو علينا انت يا شيخ محمود نعمل ايه واحنا نعمل؟ يعني هنعمل ايه؟ وقت التفاهم مع عثمان والاخذ والعطا راح خلاص. خلينا في الفعل بقى يا مولانا، ما بدهاش بسؤولك نعمل ايه؟ اللي ليكم عندي كلام رب العزة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وفهموا انتوا عاد الكلام. بقول لك يا أم الغايب، خد العوائلات دول نظافة وأكل وأسبوع ما وصكيش. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اسمع يا غفير انت وهو تعال. ايوه جناب، امر جنابك. عايزكم تجمعوا نفسكم وتلفوا البلد كلها، بيت بيت وجحر جحر وغيط غيط ونفر نفر، بلغوا الجميع اللي عليه مديونية يجي يدفعها النهاردة قبل بكرة، وإلا الحجز والسجن والبهدلة. يبقى هترمي البلد كلها في الحجز يا عمدة، محدش معاه يدفع. اخرس يا واد انت، انت تعمل اللي اقولك عليه وبس. يلا كيس حضور. حاضر. يلا في دهن. حاضر. وزعوا نفسكم، كل حمار في ناحيه، ربنا خلصنا منكم. اعوذ بالله. اهديه مدغور يا بنت، مش جبتي القهوه؟ اقعدي اشربيها معانا يا رحمك. يا جناب الحمت، يا جناب الحمت، الحقنا يا جناب الحمت. في ايه يا نيل؟ البلد كلها هايجه وجاي على هنا. في ايه يا ولا؟ بلد ايه؟ وايه اللي عمل فيك كده؟ شباب البلد يا جناب الحمت، اول ما قلت لهم العمد عثمان عايز المديونيه اللي عليكم وهاجوا علي، وهاتك يا ضرب بالايادي وبالصرم وبالبولخ كمان. وايه؟ حنك وتشوف الله النور، شتايم من اللي متدقية وكلها في جنابك، شتايم وحشة قوي، وحشة خالص. لا لا لا، دول مش أهل البلد، دول مين دول؟ لا أنا أهل البلد كلهم بيحبوني، لا دول مسوسين علي. اسمع يا واد انت، بلغ الغفير وائل يجمع الغفر كلهم وكله يعمر سلاحه في المليان وتقع في استعداد. طب وبعد ما نعمر السلاح يا جناب العمد؟ نضرب في المليان على طول. هنضرب البلد كلها بالنار يا جناب العمد؟ لا مش كلهم، اللي هوب ناحيتك اضرب في المليان. يلا غور الكشح. حاضر. ايوه يا اخوي، اوعى تنخنهم، اوعى اوعى، هيركبوا كلها يا عثمان، هيركبوا كلها يا اخوي. دول ناس مالهمش في الطيب والله، لازم توريهم العين الحمر، انزل عليهم بالعسكر والغفر كلهم. انت عايز انت كمان؟
عايزة أقول لك كلمتين بحق العشرة اللي بيننا. أنت لسه جوزي واني على ذمتك. الناس فاض بيهم يا عتمان. ظلمك ليهم جمعهم عليك كلهم. وما فيش حاجة هتقف قصادهم. طمنهم. هديهم. أقول لك حسسهم إنك ندمان. هدي النار بدل ما تاكلنا كلنا يا عمدي. نار لما تخلق مرة من دون النسوان. عايزة يعمل إيه يا أختي؟ ياخد ماله وينزل يفرقه عليهم ولا يفرق عليهم الارض اللي حداه؟ انت اتخبلتي ولا اتخبلتي؟ قولي بقى انك بتهري. قولي انك بتهري مني ومن كده يا ولية عشان الواد اللي عينك خارقه بطني وشايفاه وهو قاعد مستربع جوه. الواد اللي هيجي بيبقى سيدك وسيد البلد كلها. انت عايزه ايه يا ولية انت؟ عايزاني اني اقعد اتكلم مع شويه لماما وغير؟ لا، هو حد اي فيهم يقدر يعمل اي حاجه؟ طب حد فيهم كده يوريني حاجه؟ حد يجرؤ يقرب ناحيه الدوار هنا؟ طب حد يقرب لو بالغلط هيتخب النار طوالي. اوعى تنغر بالغفر اللي حداك ولا حتى بعساكر المديريه ولا المركز كله. اسمعي يا بنت انت، كلمه زياده وهرب عليك اليمين طوالي. قولي يا بنت كلمه زياده، قولي يا بنت كلمه زياده، خليه يطلعك ونخلص منه. وما ترمي عليها اليمين وتخلصنا منها يا عتمان. اطلعي بره يا ماما يا فاطمه. خلاص يا فاطمه عميتي وما بقاش حداكي عنين تشوفي بيهم. عمل ما قالها فيك يا ولية. ما تغوري يا بنت في داهيه يا بنت. ايه عماله تبصيلي وتشيليني وتحطيني له من مكاني؟ ايه يا ولية كفايه حسد بقى، كفايه يا اختي. اي بطني يا ساتر يا رب، ده انت عيني خرقت بطني يا بنت، جابت لي مغص. ما تغوري تتكلي على الله، غوري في داهيه. انا قلت اللي عندي وريحت ضميري. طب يلا بقى غوري من هنا بدل ما اديكي في وشك انزل لك صف اسنان. امشي. يا ابني دي المامور بسرعة، قول العمدة عتمان. ايوه يا جناب المامور اسمعني بس يا سيدي، اجل اللوم والعتب ده دلوقتي مش وقته خالص. خلينا في المهم، البلد قايدة نار، الناس عاملة غارة كبيرة قوي وجايين على هنا. ما هو ده مش كويس علشاني ولا علشانك انت كمان. ما هاني لو روحت هقول كل حاجة. ايوه هفتح في القديم كله وهنشر الغسيل الوسخ، وانت ذات نفسك هتروح في سين وجيم ويمكن نوم كمان. ايوه لازم نقف جنب بعض. ماشي سلام. بس انت طمن يا عمدة، حلوه قوي نبره الخوف اللي في صوتك دي، ما سمعتهاش قبل كده. ما وريتك. تمام يا فندم. صرافي عسكري وخد الباب وراك. تمام يا فندم. انت مش رجالتك جاهزين يخرجوك من حجز؟ أوي أوي يا باشا. طيب يا سيدي ورينا همتهم بقى. انت بتتكلم جد يا باشا؟ يعني شاي على الرجاله واقول لهم ايوه يا سيدي، شاي على الرجاله واقول لهم انا مش قلت لك اكتر من مره ان بقالك من عتمان؟ وقلت لك كمان ان خليك تاخد طارك منه، قلت لك ولا لا؟ قلت لي يا باشا، بس بصراحه ما كنتش مصدقك ولا مديك الامان. طيب يا سيدي اديك عرفت ان انا عندي كلمتي، ورينا الهمه بقى. العمده بداره بديوانه بالسلاح اللي فيه هيبقى عندك كلهم. بمناسبه السلاح، انت رجالتك احرار بس ما تحرمش اهل البلد من كام حته سلاح برضه، ولا ايه؟ سلاح لاهل البلد؟ ايوه، عشان فرح العمده يبقى فيه ترقيع كده تسخن الحكايه شويه. عسكري يا عسكري. تمام يا فندم. نزل ابو سيد الحجز تاني. تمام يا فندم. كما قال رسولنا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكما علمنا ديننا الحنيف، أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وها أنا ذا أعلنها أمامكم يا أهلي ويا عشيرتي، أني تبت إلى الله وندمت عما فعلت. وها أنا ذا قد رجعت عن صحبة عتمان وشيطانه، رجعت عن صحبة من لا يرحم،
دي صحبة الرحمن الرحيم. أنا رايحة حدا العمد. يعني إيه رايحة حدا العمد؟ أنت اتجننت يا بنت؟ ما هو المرة اللي فاتت كان محروس وبعده فاطمة وحسان وحنان، والمرة دي حمدية. إيه هنستنى لما عثمان يلمنا كلنا نسوان ورجالة ويدبحنا ولا يولع فينا النار؟ هنفضل ساكتين لحد إمتى وحاطين جلة ببقنا؟ رجعت عن صحبتي من والله الله أمر هذه البلاد، فخان الأمانة، وعلى هذا يتضح صحة القول القائل الخيرة فيما اختاره الله. ولقد اختار الله سبحانه وتعالى أن يثور هذا البلد وأن يثور أهل هذا البلد حتى يولي علينا من يصلح، من يرعى مصالحنا وشؤوننا إعمالا لقول الله عز وجل في محكم تنزيله: بسم الله الرحمن الرحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. صدق الله العظيم. فيا أهلي ويا عشيرتي، اتقوا الله في مسؤولي. يا حاج لسه ما خلصتش كلامي. يا عمنا لسه ما خلصت. انت يا ستي اللي سحب العين. يا اخوانا اقسم بالله لسه ما خلصت. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. من الشباب دول يا شيخ محمود؟ واللي قدام منيهم ده الأستاذ ياسين المحامي، واللي حوالين منه دول صحباته وزملاته من اللي أهليهم قدروا يعلموا عيالهم في البندر. ما شاء الله، دول متحمسين قوي. يا دول زينا احنا. له يا سيد خالك احنا نعاركوا ونهاتوا وننصحوا، لكن دول هم اللي يقدروا يزحزوا الحجارة من مكانها مش احنا. همه نلاقيهم همه. لازم تكون نهاية العمد ظلم النهاردة. لا السعادة دلوقتي. يا شغل الجنان ده انت تهبلت يا خش يا تاني. ايش محمود اسمعي يا اهل البلد، احنا لازم نفكر ونفهم ان احنا لينا حقوق ومطالب. احنا مش عصابة ولا هكامة. يا جماعة لو سمحتوا اسمعوني، بلاش اي نوع من انواع العنف لو سمحتوا. احنا جايين نصلح ما نخربش، نبني ما نهدش. يا جماعة احنا قوتنا في اننا مسلمين. اسلم فمك يا استاذ ياسين. اهدى شوية. العاف عليكم. العاف يا ابو العالي. مرحبا يا ابو العالي. ايه يا جماعة التجمهر ده فيه؟ ناس غضبانة من اللي عملوا وبيعملوا العمدة فيهم يا سيادة المأمور. وايه اللي عملوا العمدة؟ ده حضرتك أدرى واحد بالعمدة وبعمايله. وهو كان ايه اللي ما عملهوش العمدة؟ يا به المأمور. ليه ساعة عدمان ونهايته؟ بلاش يا باشا، بلاش ترط نفسك ما بينه وبين الناس المظالمين دي. ليه بس الكلام ده يا ابو العلا؟ يا جماعة كل حاجة بالتفاهم والهدوء. وبعدين ما تنسوش العمدة لأهله وعزوته وما يردوش بأذيته، وأنا عن نفسي بتعهد. أرجوك يا باشا ما تتعهدش بأهاته حاجة. صاحب الشأن فين؟ مستخبي ليه؟ خايف من إيه؟ ما تخافش يا ابو العلا، اللي عامل زعيم أنت كمان. حنجيبه وكل واحد وسخ البلد حنجيبه ونحاسبه لحد البلد ما تنضف. انت مالك يا غباش؟ ايه مالك كده؟ اللي يشوفك كده يترحم على ايام الطحونه وعفرة الدقيق ابو العلي. يا جماعه مبدا تفاهم مقبول. تفاهم مع مين سيادتك؟ يا ريت حضرتك تبطل الدور اللي انت بتلعبه، لانه للاسف بقى مكشوف ومفضوح على الاخر. الزم حدودك واحترم نفسك. وعلى فكره أنا عندي معلومات وبلاغات عنك من أيام ما كنت طالب، عشان توجيه المظاهرات وبلبلة الأمن في المنصورة ونواحيها. إيه؟ مش مكفيك ده كله؟ جاي تولع في البلد؟ إيه؟ هو اللي جاي يهيج في البلد؟
سعادة الباشا البلد هايجة ولا حضرتك مداريش؟ بص بقى يا جماعة، أنا هدخل للعمدة أنا والشيخ عيسى وأبو العيلة وأنت، رغم تطولك عليا إلا أرجو إنه من أحش عليك وإحنا جوه، إحنا داخلين نتفاهم. يلا بينا. عاجبك اللي بيحصل ده يا جناب المأمور؟ انت ازاي تسيب الامور توصل للدرجه دي يا عمده؟ انت عايز ايه كمان؟ لا اسمع لما اقول لك. اقول لك عليه طاقه المره دي يا عمده، الحكايه مش زي كل مره، المره دي البلد كلها رجاله ونسوان كبير وصغير. انا ما يهمنيش حتى لو البلد دي والبلاد اللي حواليه، انا عندهم وجود. بلاش عندي يا عمده، انا بنبيك عشان خاطر العيش والملح اللي بينا. عيش وملح ايه يا اخويا؟ قول البط والوز واللحط والطفح، كل ده عيش وملح. قول الرشاوي بالألوفات، قول الفلوس وتسقيط الحقوق وأكل الناس، كل ده عيش وملح. خلاص خلاص يا عمده، على كل حال هدخل لك الناس اللي عايزين يتكلموا معاك، نصيحه مني اسمعهم مش هتخسر حاجه. سلام. وضعت وضعت سيرتك وشورتك يا بعيد. بقول لك ايه يا اخوي، اهدى كده بس واسمع اللي هقول لك عليه. عايز ايه انت اخرى؟ طمعهم. ازاي يعني؟ تشوف مين فيهم ليه عوزي وتسدها له، وتشوف الناس اللي جايين لك دول وتوزنهم كويس كده، تشوف مين فيهم اللي تجيبوا أرض وتدها له، مين فيهم اللي تجيبوا بهيمة وتدها له، مين فيهم اللي يجي بالمال وتدهوله. ساعتها يا أخوي كل واحد هيحط لسانه في بوقه وحيتسد سد، وكل واحد فيهم هيروح على داره. يعني فكرك بالطريقة دي يعني هيلينه ويبقوا في صفينه، ولا كل واحد بقى هيركب للشرف وزود للبلة طينة؟ جرب وانت الكسبان. طب اخفي انت جوه، ادخلي جوه. ماشي اخفي. ربنا معاك يا اخوي. اهلا 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 بالشيخ عيسى وبالاخ ابو العيله، اهلا بالافوكات الكبير، منورين ومشرفين. اهلا خير. البلد كلها قايدة عليه، الناس واقفة برا عايزين يفرموك يا عتمان. عتمان كده اهو من غير عمدة. انا عارف ان عقلك كبير يا عمدة، ولا يمكن تعمل حاجة تأذيك ولا تأذي اهل البلد. ايوه اهو الحمد لله شاهد شاهد من اهله. انا بقى عزيت حد في ايه؟ انا عملت ايه يعني؟ البنت حمدية ضربت مراتي في بطنها كانت عايزة تسقطها، مش ده جريمة ولا ده مش جريمة؟ أنا بقى أعمل لها إيه؟ أحبسها ولا أقول لها متشكرين يا أختي ألف سلامة؟ والواد التاني الزفت اللي اسمه حسان اتمسك متلبس بسرق وفيه شهود، أحبسه بقى ولا سيبه؟ مش مهم حسان ولا حمدية يا عمدة، إحنا دلوقتي جايين نتكلم عن أهل البلد كلهم، الديون يا عمدة. أيوة أهل الديون دي بقى الحمد لله أنا ماليش أي علاقة بيه، الديون دي باسم فاطمة، فاطمة هي صاحبة الدين. أيوة اللي عايز بقى يتكلم في الدين يتكلم مع فاطمة مش معايا أنا. أنا اللي خدت من حد حاجة ولا اديت لحد حاجة، أنا حيالله بالكتير جوزها، ودي حق ربنا إن هي اللي تتصرف في مالها، مش ده بقى شرع ربنا يا عم الشيخ ولا هنا بقى مفيش شرع ربنا؟ اسمع اللي هيقول لك عليه ده يا عتمان، وخد بالك كويس، الناس اللي واقفة بره دي ليها حقوق ومطالب، ومش هيسكتوا لما ياخدوها تالت ومتلت وزيادة كمان. طب ليهم عندي ايه؟ أنا عايز أعرف بقى ليهم عندي ايه؟ يا سيدي هم شايفين كده، قال لا، وأنت لازم تسمع منهم وتعرف هم عايزين ايه، وتروح تعمله بسرعة، ده للصالح، على الأقل دلوقتي، لحد ما نلم الموضوع. موضوع ايه اللي اتلم أبو العيلة؟ شوف يا عثمان. عثمان؟ اثبت يا واد مكانك، انت بتكلم جناب العمده. طب يا حضره العمده عثمان، لازم تبقى فاهم ان كل واحد من الناس اللي واقفه بره دي عارف انه مظلوم وان حقه مهدور، والناس دي كلها مش هتسكت الا لما حقوقها ترجع. ايوه صحيح اهو، شوف انت بقى نبهتني لحاجه مهمه خالص. اي أيوة والله صحيح، الواحد برضه ساعات يعني بتفوت عليه حاجات كده لانه يعني بيبقى هو مشغول في حاجات تانية كده، لكن برضه الحق واجب، يعني كل واحد له حق لازم ياخده. يعني سعادتك برضو يعني كمحامي يعني ابو كاتو كده استاذ محترم لازم لك برضو يعني مكتب كده يعني يليق بالمقام، ايه وقرشين حلوين كده برضو تسند عليه وتغير برضو بدل كده طالع نازل. وانت برضو يا فضيله الشيخ يعني انا برضو تاه عني يعني ان انت بقيت واحد مننا وعايش معانا في البلد، يعني برضو يلزمك دار ويلزمك برضو حته ارض تزرع وتقلع وتعيش. اي والله ده انا بفكر اعمل لك جامع كده ليك لوحدك تخطف فيه زي ما انت عايز. اي والله خيوب عليك يا راجل انت،
انت بترشي ياسين افندي والشيخ عيسي رشوه ايه يا عبيط انت؟ دي حقهم، انا بدي لكل واحد حق. ما هي دي طريقتك يا عمده، اتعودت تخلي الناس يا راشي يا مرتشي، لكن احنا مش كده يا عمده. انت غلطت في العنوان، يلا بينا. ايه ايه عنوان ايه؟ لا انا ما غلطتش ومش هغلط وما بغلطش. ده انا عثمان. ايوه انا حسيت علي، محدش هياخد مني مليم احمر والراجل يوافق وكلكم يا ديزم هتيجوا تحت جزمتي وانا هوريكم يا بلد. ماشي ايه خلاص يا بس يا بنت خدوا جوه، خد انت جوه، انا هوريكم يا جيزه، انا هفرجكم كل دي هيجي تحت رجلاني وانا هوريكم نفر نفر يا كلاب. محدش قادر يعمل معايا حاجه، ولا حد هيقدر، ولا حد يقدر يقرب مني ولا ياخد مني بليم احمر، ولا حد يقدر عليا. ايوه لسه بتقربي مني يا رويضه. طب ما تيجي بقى نتكلم في الكلام المفيد والمهم. انا شايفه بقى كده وبيتهيأ لي ان الحال بقى عالي العين، العمده نزاح والبلد طابت لنا. بس البلد مقلوبه الناس حاجه مش هتسكت، ما بين اهل عتمان ودول مش قليلين ولا سهلين، وبين اهل البلد وفلاحين، ده حتى حسبتنا مع السيد ومطارد الجبل ما اقدرش اعرف ايه اللي هيحصل فيها طول ما احنا سايبين العيار كده على الغارب، ولا اقدر اضمن ان اللي هيحصل هو اللي احنا عايزينه. ليه بس بتقول كده؟ ما هي كل حاجه هي ماشيه زي ما احنا عايزين. وبعدين هو مستعدتك كمان شويه كده هتظهر بقوتك وشهامتك وتقف مع الفلاحين ضد اللي ظلمهم واللي نصب عليهم ودينهم، عشان بعد كده انا وابو العيله هنسدد الديون عن اللي ما عرفوش يسددوا، عشان بعد كده لما نيجي نقول ان ابو العيله عمدتكم يا بلد. يا ابو العيله هو ما فيش حد غير ابو العيله ده بقى. يا راويه واحده زيك انت في عقلك ومالك وجمالك تحب واحد فلاح زي ده ريحه الجله فيه؟ مش وقته الكلام ده يا حضره المأمور. لا بقى وقته يا راويه، ما كفايه يا ابو العيله ده. يا خساره كنت فاكراك اذكى من كده. ابو العيله ده في ايدي، اجيبه يمين اجيبه شمال بمزاجي، ما يقدرش ابدا يطلع عن طوعي. ولما يبقى ابو العيله هو عمده البلد تبقى البلد دي كلها في ايد راويه. فاهم؟ ايوه فهمت. اجيب لك حاجه تشربها. الحقوا يا بلد، تعالوا شوفوا يا اولاد، شوفوا الباشا العمدي بتاعكم عايز يرشي الابوكاتو والشيخ عيسي علشان يرجعوكم عنه ويلهسكم بكلمتين. اصله فاكركم لسه زي زمان هتسكتوا وتنخوا. طب علينا الحق ينبات في داره الليل. انتوا خايفين ولا ايه؟ خايفين من ايه؟ خايفين يجوعكوا؟ طب ما انتم اصلا ميتين من الجوع. خايفين من ايه؟ هياكل حقوقكم؟ طب ما هو كلها غصب ودناوي. هيحرق بيوتكم؟ هيرمي نسوانكم؟ طب ما هو اصلا دفينكم بالحي. يبقى خايفين من ايه وخايفين ليه؟ اكبر انت يا بنت، بنت فاطمة راحت في داهية دي. انت يا بنت الكلاب، يا حضرة العمدة، يا حضرة العمدة الحقنا يا حضرة العمدة. ايه المأمور صاحب العساكر كلهم والأهالي هاجمين على الدوار والديوان، وانت داخل تستخبى هنا يا ابن الكلب بدل ما تطلع تضربهم بالنار؟ كنت جاي ابلغك ان الست فاطمة سرقت الخزنة وراحت في داهية دي، مش جامعة الزراعية الإبلية. يا جماعة جه اليوم اللي نعرف فيه العمدة إن الظلم له آخر وكل واحد له حق يهجم عليه في دواره وياخده. يلا يا رجالة. Thank you.
أنا مقدور علي الحو حمدي في الحجز اللي قدام مني فين قدامي وثبت تاني روحي كنت رايحة مني يا حسان ربنا يخليك لي يا حنان فيك الخير هيا حنان عيالي يا شيخ محمود عيالي يا شيخ محمود عيالي عيالك بخير قاعدين عند ام الغايب هناك في امان ما تخافيش انتبهي بس لنفسك انا حمود يا شيخ محمود حمود خلي بالك من عيالي انت تعرف ربنا كويس يا شيخ محمود خلي بالك منهم خدها على الواحده الصحيه يا شيخ محمود طيب قوموها بس بالراحه بالراحه واحده ويا زناتي يكفلت من السجن يا واكلهم ارموها لتوسخكوا زي ما وسختني وسخت عيالنا عمر الحال زناتي عشان خاطر سيبها يلا للشيخ محمود هو يربيهم انا امنت عليهم هو حيرعيهم ياخد هياخد باله منهم عشان خاطري عشان خاطري يا زناتي عشان خاطري على فين؟ بقى تسرقي الخزنة وتهربي مع أبو العيلة بطبخينها مع بعض يا بنت الحرامية إيه البندقية اللي في إيدك دي يا عتمة؟ إيه البندقية دي؟ أنت هتعمل إيه؟ أنا هقول لك أنا هعمل إيه؟ أنت بعد ما تولدي هخليكي عبرة لمن لا يعتبر وأنت بقى إيه؟ الله يرحمك يا سبع البرومبي طخوا يا أبو العيلة طخوا موتوا ايه يا بيت هو ده وجع الولاده انت بتولدي صحيح يا بيت ايوه بولد بولد ايوه الحقني الحقني ولادي الحواري يا ناس اوعي يا انت كده ايوه وليه ده وجع الولاده بصحيح ولا ليه ملعوب بتعمليه عليا يا ملعونه يا بنت الملعين ملعوب ايه هي دي فيها ملعين هموت يا امي هموت وابنك هيموت الحقني يا امي يعني بتولدي بصحيح ايوه الف مبارك ايه البنت هتجيب العمده الجديد امشي وانت من هنا امشي فين الغفر انت غفير انت هو مفيش غفر طب اي نفر اي حد يا ناس غيتونا يا بني ادمين انتوا اجزم يا بهايم حد يغيتنا يا ولاد الكلب يا معفنين بصي انا هوديك المستشفى دلوقتي عشان تولدي هناك وما كانش انا هجيب ترومبيل خصوصي اوديك البندر عشان تجيب لنا العمده الصغير يلا بندر ايه انا ما فيش نفس لما اوصل في البندر
البنت بقى انها سرقت. خلي بالك يحصل حاجه للعمده الصغير. اهم حاجه العمده الصغير ده ملعون ابو الصغير على ابو الكبير على ابو العيل على ام العيل. بعد ما بيعتيه الارض اللي عندي يا جناب العمده لحضره المأمور بتاعك، بعت كل العده والحاجات اللي كنت بشتغل بيها في الارض، بعت المحرات والغرق، بس لا، من حسن حظك ان ده ما اتباعش، ده اللي هاخد بيه عمرك يا عثمان. مش قادر انت من غير امشي. يا فاطمه يا ابو العيله يا ولاد الكلب. واخدها من عندي واخدها توديها على فين؟ اروح ابيعها. تبيعها؟ اه. طبيعها وتعالى لي عشان هات غراب. بس قبل ما تبيعها وديني الاستبان. يلا وديني بسرعه. اديني عشان العمده الصغير زمانه جاي. دي بقى اللي هربيكم كلكم يا بلد. يلا يا بنات اديني مقلوبه بالطربات. يلا بسرعه. انا مكتوب. اه. مش حكيم. طب نزلها نزلها من الرحمه. ساعدوه يا بنات. الله يسلمك. وتجيبي لي هدمة جديدة وكمان بتخيطي في الهدمة القديمة. الروضة الباهية مقام سيدنا النبي، روايحها ذكية وجميلة والنبي، أنا نفسي والنبي أزور سيدنا النبي، صلي وسلم على سيدنا النبي. نظيمي. اهلا يا نظيم، ان شاء الله تكوني بخير. ايه اللي بتعمليه دي يا سيد؟ بقى بتكنسي الارض في بيت جنيدي؟ لا يا نظيم، انا بكنس اللي جوايا، بنضف روحي وبالي احسن ما تبقى افعالي وبالي. يا لهوي، انا ما بقتش فاهمه حاجه خالص. بس انا فهمت قوي. بينك ما دريتيش، مش فاطني بتولد في مستشفى المركز؟ ينتهى بالسلامه هي وابنها يا رب. يا رب يكون ادم السعد والهدايه يا رب. أني ماشي.
جابت العمده الصغيره ولا لسه؟ ايوه هنا. هي فين؟ ولدت ولا لسه؟ لسه ما ولدتش؟ هي ولدت؟ ما تهم تولدها امار. فين العمده الصغير؟ من فضلك يا عمده ابعد المسدس شويه عني، من فضلك. انت بتبص في ايه؟ مسدس وانا هضربه بالنار، هطخه. وبعدين يا سيدي ما تخافش، العمده الصغير واخد على الحاجات دي. يلا هم امار، عايز اشيل الواد كده في ايديا واجيب الاعادل. قول يا رب، يا سيدي قول يا رب. ما هو كله يا رب طبعا، هقول يا رب وما اقول يا مين. بقول لك ايه؟ اشهد يلا امار، عايز اشيل الواد بقى، الواد وحشني. يا سيدي قول ان شاء الله، ان شاء الله. ايوه ما هو ان شاء الله، وانا كافر؟ كل بيقول الحاجه تقول يا رب وان شاء الله. انا حجيت اربع مرات ما حجيتهمش انت، يعني انا اعرف ربنا اكتر منك. ان شاء الله ربنا هيقومك بالسلامه. قوم يا ولد، تعالى كده ليه؟ قوم، مالك انت ومالها؟ سيب ايدها كده. ان شاء الله ربنا هيقومها بالسلاسه، وهتجيب لنا الواد الصغير العمده، وانت بقى يلا راجل ورينا عرض كتفك كده. روح الطاحونه تلاقيهم عايزينك هناك، ولا اقول لك لا انت ما تروحش هناك، انت تقف على الباب كده زي اللي في رجلك عشان تشوفني وانا خارج مع العمده الصغير كده في ايدي وتتغصغص. يلا يلا بره، يلا الف سلامه ليك يا اختي. وانت كمان يا عمده بعد اذنك ما تاخذنيش، اتفضل اتفضل معاه، لان كده انا ما ينفعش اشتغل في الجو ده، فاطمه حالتها صعبه جدا، من فضل حضرتك. طيب انا هطلع بره عشان خاطر الواد، بس خلي بالك من الواد. ايه هو واد مش كده؟ انت عارف عارف ان هو واد مش كده؟ بس مداري يلاقيه، امال هيكون ايه؟ مش عمده، لازم يبقى واد. انا قاعد بره مستني الواد. يا رب يا رب ما تخذلني ولا تكسفني، يا رب يا رب وقف معايا. ايه عثمان بيقول يا رب؟ تلاقيك مبسوط على كده، فكرك يعني ربنا هيستجيب لك؟ ايوه ان شاء الله يستجيب لي. ما يستجيبش ليه؟ عارف انني غلبان، وعارف انني محتاج له اشد الحوجه. اي والله، بعدين انا راجل مؤمن بالله وكتبه ورسله. ايه لا هو بالقول. نسيت يا راجل انت عملت فيه يعني ايه؟ ولا اللي عملته في الغلبان المرميه جوه دي؟ ايه عملت فيك ايه؟ ولا حاجه. هي البنت ما كانتش طايقاك اساسا وعايزه تتطلق منك، وجت تستجار بيه، وانا كبير البلد والبنت غلبانه ما جورهاش. اقول ايه لربنا يوم الموقف العظيم؟ اقول له ايه؟ وبعدين تعالى هنا، ما انا طول عمري غير عليك وعلى البلد كلها، وطول عمري ماشي بالقانون والقانون ماشي بيا. ايوه امال، غيرش بس هم شويه السواد اللي جواك انت، ده انت جواك سواد يا ولا يكفي بلاد. ايوه والله، عارف انا لو كنت فوت البنت الغلبانه المسكينه اللي جوه دي مع واحد زيك انت، كان زمانها ماتت من الجوع والغيظ والقهر والفقر اللي انت كنت معيشها فيهم. انت بعقلك يا راجل انت وانت بتتكلم كده؟ عشان كده عمال تزعق بالصوت العالي وتقول يا رب. فكرك دعوه واحده من دول هتهوب ناحيه السماء ولا ربنا هيستجيب لها؟ ليه؟ ده ربنا ما بيحبش الظالم ولا الكذاب ولا نهاب الحقوق يا عثمان. انت عايز مني ايه؟ عايز ايه مني؟ روحك. ايوه 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 ايوه، خليك انت بغيظك كده، اقعد اهري وامكت في نفسك كده، وان شاء الله ربنا هيموتك بتغصب غيظ. اي والله بالك الواد اللي جوه دي اول ما يطلع كده العمده الصغير دي، انا ان شاء الله حمنجه كل بتوع النساء والتوليد دول. اي والله، والواد ده بقى لما يكبر كده ويشد عوده هيلم كل الجبن الخبث اللي زيك انت، ويطلع عين ابو اللي جاب ابوه نفر نفر. اي والله، هو ربنا له حكمه في كده، خلق الناس اسياد وعبيد عشان ناس تدوس وناس تداس. يبقى انت خلي بالك، علشان اللي اداس امبارح يا عثمان هيقولوا يوم ويدوس، وساعتها دوستو دي لا هتشفق ولا هترحم، هتهرس. اوعى تبخل على نفسك يا عثمان،
لو بخلت على الناس كلها اوعى تبخل على نفسك. تشكر لربنا. ايه دي؟ انت مين انت؟ لا انت مش حفيظه ولا انا اعرفها. بتعامله كده ليه؟ ايوه انت حفيظه، بس كويس قوي ان انت جيتي، كويس قوي قوي ان انت جيتي. ايوه امال احسن حاجه عملتيه ان انت جيتي. ايوه انت ايه اللي جابك يا وليه انت؟ فاطمه بتولد. دي ولدت، سامعه صوت الوهم الواقع الواقع. الله اكبر ما شاء الله. سيف، ايوه ادي يا بت، هو سيف. ايوه ابن حبيبي انت سيف، سيف عثمان، عشان تبقى سيف على رقبة كل ولاد الكلب اللي عايزه تتقطع رقبيها. ايوه قول هم ولاد كلب طبعا، انا عارف. ايوه انا معاك والله، ده جزم كلهم. ايوه اهو سيف جه، انت اللي هتقف في ظهري وتدافع عني. العمده الصغير جه يا بلد. طب بعد اذنك يا عمده عايز اقول لك حاجه بس. ايه يا عمده؟ ايه ابنك حالته مش مظبوطه. ايه دي حالته؟ لا حالته مظبوطه طبعا، ده ابناني ابني وحالته مش مظبوطه. يبقى انت مش دكتور ولا فاهم حاجه في الدكتوره. طب بس من فضلك عايز اقول لك حاجه. طيب ما تقولش ولا اقول لك قول. اتكلم، انا ماسكه اهو في ايدي، محدش ياخده مني، انا مش هسيبه ابدا. اهدى يا سيف، اهدى يا حبيبي. الواد سكت ليه؟ ما تشوفها دكتور. الواد ماله؟ ايه يا سيف؟ قول يا حبيبي زي ما كنت بتقول. ايوه كده، سمعهم انهم ولاد كلب جزم كلهم ولا يستاهلوا حتى ضفر رجلك. قول يا حبيبي، هو دي بقى اللي هيربيكوا ويعلمكوا الادب نفر نفر يا كلاب يا جزم. للاسف يا عمده انت خلقت ابنك، ابنك تعيش انت. ايه؟ لا لا، الواد عايش. ده كلام برضو؟ لا، بعد العمر ده كله تقول لي تعيش انت؟ اول مره تقول لي ابنك تقول لي تعيش انت؟ لا الواد عايش. انت مش دكتور ولا مين ولا فاهم حاجه في الدكتوره. انا اروح اخليها تولد في مستشفى تاني. ابنك مات يا عثمان. الواد نايم. ابنك مات. ايوه نايم. البنات العيال بتنام. ابنك مات يا عثمان. كلهم بيناموا. ابنك مات يا عثمان. ايه الواد صح وعايش؟ لا طبعا عايش. ربنا متأمنك يا عثمان، انت أمنك وانت أمني يا عثمان. ابنك مات. ربنا مش رايد لنا يبقى في حاجه بيناتنا لحدها يا عثمان. ربنا مش رايد يا عثمان. لا ما ماتش. اخرسي يا جزمه يا بنت الكلاب. الواد عايش. انت عايزاه يموت؟ عايزاني اسيبهولك عشان تروح تديه لابو العيله؟ لا انا مش هسيبه ابدا، انا مش هفوته من ايدي ابدا. بقى بعد العمر ده كله اسيب الواد؟ لا ده انا ما صدقت جاري الواد. يا كلاب يا اولاد الكلب، انا معايا الواد يا جزم، معايا الواد يا كلاب يا اولاد الكلب. انت نايم مش كده؟ ايوه انا عارف انت نايم، ما هي العيال بتنام ياما. ايوه بس شوف بقى يا ولي، لما تعرف انا عملت لك ايه انت هتقوم، ويمكن تجري كمان وترمح. شوف بقى يا ولي، الارض دي كلها ملكك انت، مش الارض بس، دي الارض والسجر والنخل والترع والغيطان والبهايم والبني ادمين كمان، كل ده تحت اشاره من ايدك انت. ايوه امال ايه؟ وشوف بقى كمان اقول، كل فلوسي وفلوس حفيظه ملكك انت يا عمده يا صغير يا عثمان. لا عثمان ايه، انت تلاقيك اسم سيف عاجبك اكتر مش كده؟ شوف بقى يا سي سيف، البلد دي كلها من شرقها لغربها تحت رجلك انت. ايوه امال ايه؟ تحت رجل العمده الصغير ده. عمده ايه؟ انا مش عايزك عمده، انا عايزك تبقى بيه كده ولا باشا من باشوات مصر. ايوه يبقى سيف بيه باشا من باشوات مصر. هو كده صح؟ سيف بيه باشا من باشوات مصر. ايوه حافظه، انت عايزه ايه؟ عايزك تفوق يا عثمان.
افوده ايه؟ واني مؤمن عليا ولا مسوره؟ طب اديني الواد. حرام عليك اللي بتعمله ده. ايوه ايوه انا فاهم قصدك. ايوه انت خايفه لحسن ارجع في كلامي والحس اللي انا قلتهولك. لا انا عندي كلام. فاطمه دي مجرد حبلت وولدت وتغور في 60 ده. لكن انت ام، انا هكتب الواد باسمك انت زي ما اتفقنا. الام حفيظه والاب عتمان والخوجه معاني والاوراق تبعنا وكل اللي احنا عايزينه هو اللي هيكون. الواد مات. اللي انت شايله مات. ربنا خده منك بعد ما اداهولك علشان تفوق وتتعز. فوق يا عتمان حرام عليك. لا الواد ما ماتش يا هبله. انت عبيطه مش فاهمه حاجه. الواد نايم. هي العيال كده بتنام. بس انت بقى معذور. انت لا حبلتي ولا ولدتي ولا تعرفي العيال هتعرفي ازاي بقى. طب اديني الواد. لا ولا حد يمد ايده عليه. انت انضميتي ليهم يا بنت الكلب ولا ايه؟ كلكم عايزين تخلصوا منه. لا هيفضل معايا انا في حضني لحد ما يكبر ويملى الدوار عيال. ايوه انا بقالي ذريه يا اولاد الكلب. العمده بقاله ذريه يا بار. اوعي يا بنت الكلب.